اهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، احبائي الرياضه على الوطنيه الاولى، الى هذا العدد الاول لبرنامج ديما سبور في موسمه الثالث. برنامجنا الرياضي الحواري اللي باش نحاولوا نسلطوا فيه الاضواء على مشاكل كره القدم التونسيه والرياضه التونسيه بصفه عامه. برنامج حواري ان شاء الله كل جمعة عديد المواضيع نطرحوها للنقاش، وعديدة صراحة المشاكل في رياضتنا وفي كورتنا، إن شاء الله نحاول نجيو عليها، إن شاء الله كل الأندية وكل الرياضات تكون ممثلة في برنامجنا. سعيد جدا أنه يحضر معايا اليوم في البلاتو الكابتن خالد حسني، مرحبا بك. مرحبا بكم بالحضور، وكما تقول الأغنية ما أحلى الرجوع إليه. مرحبا كابتن انيس العياري، مرحبا بك انيس. مرحبا محمد علي، مرحبا بالحضور بالساده المشاهدين كلهم. انيس بن ميم، مرحبا. مرحبا بك دليل، مرحبا بالحضور ومرحبا بكل متابعينا في ديما سبور. زميلنا الاعلامي عربي الاستاذي، مرحبا عربي. مرحبا بك محمد علي، ومرحبا بكل الضيوف وكل المشاهدين. سي منصف شلغاف المدير العام للرياضه، مرحبا بك سي منصف. اهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بالضيوف الكرام، مرحبا بالساده المشاهدين. مديدة غايبين على وسائل الاعلام سي منصف. والله بابا ممكن على القناه الوطنيه بتاتر الفتره الاخرانيه، مي ديما متواجدين ان شاء الله. مرحبا مرحبا. بعد قليل ايضا بعد ثواني يلتحق بنا حامد المغربي الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم، وأيضا مراد العقبي المدرب المساعد في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. وضيع عديدة صراحة وتبقى رياضي شهي اليوم في حصتنا. البداية في حصتنا اليوم باش نحكيو على تهديد الأندية بإيقاف نشاط البطولة الوطنية لكرة القدم، رأي الوزارة، رأي الجامعة التونسية لكرة القدم في الموضوع هذا. هل سيتوقف نشاط البطولة التونسية لكرة القدم أم باش نلقاو باش نتجاوزوا المشاكل هذه باش نلقاو الحلول الكفيلة بذلك؟ استعدادات المنتخب الوطني التونسي لمباراة النيجر، البداية المتميزة للملعب التونسي في البطولة السنة رغم المشاكل والصعوبات المادية الكبيرة اللي قاعد يعيش فيها الفريق، وعندنا حوار خاص ومطول مع السيد جلال بن عيسى رئيس الملعب التونسي. النادي الإفريقي النجم الساحلي الترجي الرياضي التونسي يغيروا مدربيهم بعد جولة الأسبوع الفارط، الجديد أيضا في النادي الإفريقي والأسماء المطروحة لتدريب الفريق. وضعية خاصة جدا، ننصحكم بشهدوا بعد شوية الملعب، النجم المتلوي يعيش في صعوبات مادية كبيرة وغياب الملعب وأسباب صراحة تكتشفوها معنا بعد، تبعث على الحيرة لغياب ملعب للنجم المتلوي والصعوبات اللي قاعد يلقى فيها الفريق هذا لإجراء مبارياته في البطولة الوطنية، إلى جانب مواضيع عديدة أخرى تكتشفوها معنا تباعا اليوم. لكن كما قلت البداية بتهديد الأندية بمقاطعة نشاط البطولة، فرجوا في الفيتيار هذايا باش نفهموا الموضوع مع إسلام بن صالح وعماد زهمول. قائمة المنتخب لمواجهة النيجر في تصفية الكان تشهد ثلاثة غيابات بسبب الإصابة، الكل من علي معلول مدافع الأهلي المصري، وكذلك التحق لقائمة المصابين كل من وهبي الخزري وعصام جبالي، وتعويضهم في آخر لحظة بالثنائي في رصب العربي لاعب النجم الساحلي وجسم الحمدوني من الدريفي سفيقسي. في حراسة المرمى التغيير وحيد، توجيه الدعوة لحارس النجم مكرم البديري، في المقابل تم المحافظة على فاروق بن مصطفى ومعز بشريفية رغم غيابه على تشكيلة الترجي في المقابلات الأخيرة. في الدفاع قائمة المنتخب شهدت عودة ديلان براون لاعب لاغونتواز البلجيكي اللي كان غايب على تربص الفارط بسبب الإصابة. في المقابل غياب علي معلول أسباب صحية خلينا نشوف مدافع الترجي أيمن بن محمد في المنتخب، مع المحافظة على بقية الملاعبية اللي كانوا في تربص الفارط باستثناء جاسر الخميري. في خط وسط الميدان لاحظنا عودة غيلان الشعلالي مع المحافظ على الياس الصخيري واحمد خليل ومحمد امين بن عمر اللي باش يغيب على المقابله الثالثه بسبب عقوبه الانذارات، ومع تواصل غياب الفرجاني سيسي رغم مشاركته مع فريق الزمالك في المباريات الاخيره. من الناحيه الهجوميه قائمه المنتخب شهدت عوده سيف الدين الخاوي محترف كون الفرنسي
والأول مرة مع البنزرتي باش نشوفوا مهاجم النادي الصفاقسي في رأس شوات في المنتخب، بالإضافة للثنائي بالعربي والحمدوني اللي باش يعوضوا كل من الخزري وجبالي مع المحافظة على بقية العناصر اللي تكون هجوم المنتخب في الفترة الأخيرة. فهل يمكن لمثل هذه الغيابات التأثير على أداء المنتخب؟ لكن هذا فيتير خاص بقائمة المنتخب الوطني التونسي واستعداداته لمباراة النيجر. ميسي سافون كو على موضوع اللي باش نتناولوه بالحديث بعد، في انتظار التحق بنا مراد العقبي المدرب المساعد للمنتخب الوطني التونسي. لكن كما قلت في البداية ما باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، ولكن باش نحكيو على الصعوبات المالية والأزمة ما بين وزارة الرياضة والأندية التونسية والجامعة التونسية لكرة القدم، مشاكل عديدة اللي قاعدة تعيش فيها في فرقنا وتهديدها بإيقاف نشاط البطولة الوطنية. نتفرجوا فيتير يلخص المشاكل هذه الكل والجلسة اللي كانت صارت بين رؤساء الأندية ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لتسليط الأضواء على المشاكل والصعوبات المادية هذه مع عماد زهمول وسلام بن صالح، وراجعين نحكي في الموضوع في انتظار أنه يلتحق بنا السيد حامد المغربي الناسق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم. تعليق البطولة بسبب العجز المالي، رؤساء الأندية يهددوا بمقاطعة نشاط البطولة والمسؤولون يرميوا المنديل، هي عناوين بارزة تصدرت وسائل الإعلام في كل موسم. بعد ما أصبحت الأندية التونسية تعاني من مشاكل مادية قبل الثورة واللي ازداد التفاقم منذ سنة 2011. الغريب في الأمر أن وزارة الشباب والرياضة تقوم معناه بتقليص المنحة، احنا كنا نستنوا في ترفيعها، تقوم بتقليصها بمبلغ 25,000 دينار، وهذا احنا ما فهمناش شنو الهدف نتاعها، وين يحب معناه توصل شباب وزارة الشباب والرياضة. قررنا باش يكون واضح، خاطر رؤساء الأندية احنا عندنا نفس المشكل اللي هو الإشكال هذا، باش نتوفقوا إن شاء الله في قرار اللي هو يخلي وزارة الإشراف تتحمل مسؤولياتها تجاه الجمعيات. علاش احنا وصلنا تكلمنا كان تو؟ ها واش نقول لك علاش؟ خاطر نقاومنا اليوم عشان نقاومو تو سامبلومون. واليوم كان احنا ما قربناه، كان ما نقولناش باش نقولوا احنا رانا باش نوقفوا باش نجموا، راهو جوارات هو اللي باش يقربوا علينا وتولي العمليه ما عادش مشدوده. دونك كيك تشوفوا عملوا شويه صار تشوف برشا فرق، فريق عنده 5 ولا 10 جرابات ولا 5، معناتها وصلنا لوضعيه خايبه. نوقفوا الشامبيونه هذيا توا خير من اللي تشرنا الفضيحه نتاع الفضايح اللي قاعده صايره عملناها. هذاك علاش اليوم قررنا ان احنا باش نوقفوا، معناتها باش نشوفوا كان شنو كيفاش باش نوقفوا. الاحتراف المطبق اليوم في البطوله ما يرتقيش للمفهوم الحقيقي الاحتراف في البلدان الاوروبيه، بما أن الأندية ما زالت تعيش تحت رحمة الهبات والمنح المقدمة من الدولة والبلديات والبعض من رجال الأعمال. اليوم أنا با بروفيسيونيل أون رياليتي، أون سو فو دير بروفيسيونيل، بروفيسيونيل 3-4 كلوب كي سو بروفيسيونيل، لي زوتر ريست سومي بروفيسيونيل، سو با أنكور بروفيسيونيل. Pour être professionnel, il y a des budgets déterminés, il y a une démarche démertinée, il y a un peu de choses. مطالبه معناها، ونعرف اللي سلطه الشرف تدرك الشيء هذا. على اي حال هو احنا ملمومين في بيتنا في دار الجامعه التونسيه لكره القدم، وان شاء الله متاكد اللي باش نوصلوا بحل. وفي ظل الازمه الماليه اللي تعيشها بلادنا وتراجع عائدات الاشهار والرهان الرياضي ونفور الجماهير عن المدارج، اصبح من شبه المستحيل تلبية رغبات الأندية. بحاجة الدولة تمر بظروف مادية صعيبة ياسر، وبالتالي ما عادش فما سبونسور، ما عادش فما مستشارين، ما عادش فما عباد الدعم، خاطر العباد ما عادش عندها الفلوس. اثنين معناها التقليص في الكوتا نتاع دخول الجماهير للملعب زاد أثر على الأندية معناها في مداخيل نتاع الملعب. وأحنا قاعدين نطبقوا في قوانين نتاع 50 سنين 60 تالتالي، كورتنا قاعدة توخر، رياضتنا قاعدة توخر، ومن بعد نجيو نلوموا على رئيس الجامعة شبيها ليكيب ناسيونال في النيفو هذا، ومن بعد نجيو نلوموا على رئيس الجمعية شبيه ما عملش هكايا. وهذاك علاش؟ تعالت الأصوات في المدة الأخيرة وبأكثر حدة للبحث عن حلول عاجلة لأزمة الأندية، الشيء اللي فرض على الجامعة برمجة اجتماع مع ممثلي الأندية لتدارس الوضع.
اليوم نقول ما عندوش حق جمهور يجي يقول لي بالجوار هذاك مش خالص خاطر انا يعني بيا ربي اش عملت باش نوفر كل شيء، غدوه يولي من حقه كي يجيني انا مسؤول والا يجيني جمهور يقول لي انا اش بيه الجوار هذاك مش خالص، بما انه الدوله بروما سبور تعطي فيا في كذا، بما انه وزاره قاعد تصب لي في كذا، انا جو فيان جو جير باش نكمل من عندي شويه، فما حتى مشكل، مش لدرجه عندي شيكات انا ام بي انا ودارنا وعباد على ابواب حبس وبالحق معناها نحكي ولي ويعلم بيا ربي شنو بعت وشنو عملت باش الجمعيه كيما نادي بنزرتي في بيدجي معناها جنرال 4 مليارات وشويه، ما عندي ما دخيل ما عند الدوله 750 مليون، الاخرين منين باش نجيبهم انا باش يمطروا من السماء. هاي سي المنصف خلينا نبدا بيك. سبي الوزاره التحق بنا ساعه قبل كل شيء سي حامد المغربي، مرحبا بك سي حامد. مرحبا بك، مرحبا بالساده المشاهدين ومرحبا بالضيوف. سي المنصف، سبي الوزاره ما صابتش الفلوس للانديه اللي بالرغم انكم تعرفوا الوضعيه الصعيبه والقاهره اللي قاعده تعيش فيها الانديه الرياضيه، مش انديه كره القدم فقط وانما الانديه الرياضيه بصفه عامه. لا يقولوا الوزاره ما صابتش سي ترودي. حبيت نذكر اللي تقريبا شهر مارس خرجنا مذكره لكافه الجامعات الرياضيه باش يمدونا بقائمه الجمعيات الرياضيه المخرطه بها انا بالنسبه للموسم هذايا. نعرفوا اللي جاوبوكم الجامعات ولا سي منصف؟ ثم جامعات جاوبونا وثم بعض الجامعات اللي ما جاوبتش. جامعه كره القدم جاوبتكم ولا؟ جامعه كره القدم جاوبتنا لكن بصفه متاخره جدا. انا ذكر تقريبا ثم اربعه معناها مراسلات معناها تذكير. لانه اخر مراسله وصلتنا من الجامعه تقريبا في حدود نهار 26 سبتمبر. نهار 28 احنا قمنا بالاجراءات لتحويل الاعتمادات فات الجمعيات المنخرطه. بقينا مو نعرفوا احنا كيما معناها انطلاقه كل موسم يلزمنا نتحصلوا على الجمعيات المنخرطه اللي هي شرط اساسي للانتفاع بالتمويل العمومي. وكذلك زاد حتى في تنظيمنا صلب معناها المنشآت الرياضيه والفضاءات اللي مش تحتضن المباريات نعرفوا زاد كيف اللي في الصيف في فترة الراحة هذاك هي ثم عملية تأهيل وتهيئة بتاع الفضاءات الرياضية وبالتالي ثم شهادة صلاحية لازم يتحصل عليها. هذا كل احنا قرينا حسابه تقريبا من مارس وبعثنا الجامعات باش تمدنا بال التأخير هذا بطبيعة الحال ما كانش في صالح الجمعيات لأنه معناها يعتبر شرط أساسي كيف وكيف بعض الشروط الأخرى وال معناها الضوابط اللي محطوطة للجمعيات الرياضية لهذايا تمتع بالمنحه هذه كيما معناها التعهدات تجاه الصناديق الاجتماعيه، الاداءات، التقارير الادبيه والماليه، هذه كل معناها شروط معناها مفروضه على الجمعيات باش إيه شروط مجحفه سي المنصف اذا كان ما تعطيوهمش انتوما فلوس كيفاش باش ينجموا يوفيوا بالالتزامات نتاعهم؟ لا احنا الفلوس نعطيه ولكن بطبيعه الحال ما نجمش نعطي جمعيه مش مخرطه في جامعه. وهذا شرط اساسي يخلينا احنا ربما نتعطلوا. قلت لك عملنا تقريبا اربع مرات نذكروا الجامعه باش تمدنا بقائمه الجمعيات المنخرطه لانه على الغالب وصلت مؤخره وفورا قمنا بالاجراءات نتاع تحويل الاعتمادات. علاش يتشكاو الانديه الكل؟ يتشكاو سي نورمال فلوسهم ما وصلتش في الوقت. علاش؟ خاطر السبب هذا اللي كنت نحكي فيه. احنا هنا ما احنا جايين باش نتجادلوا وربما باش نثيروا اكثر مشاكل، احنا جايين هنا ربما مش مشاكل حلول. احنا عندنا بطوله وطنيه لكره القدم ينجم يقع ايقاف نشاطها اذا كان الانديه هذه ماهيش باش توصل لها الاعتمادات الماليه نتاعها. سي حامد، هل سيتم ايقاف نشاط البطوله التونسيه لكره القدم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الترحيب، اذا كان ما وقعتش الاستجابه على الأقل أو التفاعل الإيجابي مع طلبات النوادي التونسية والجامعة التونسية لكرة القدم، استجابة من شكون؟ استجابة من شكون؟ الاستجابة من طرف وزارة الإشراف، لأنه بعد ما اطلعت بصراحة على البيان اللي خرجته الوزارة اليوم العشية أعتقد صراحة أنه ماناش فاهمين بعضنا بالكل. يبدو أنه الوزارة معناها في عالم اخر بارابور للنوادي شنو يخموا وشنو عايشين. الوزاره مش فاهمه انه رؤساء النوادي يعيشوا صعوبات ماليه
غير عادية. الوزارة مش فاهمة اللي في سنوات زوج سنوات الفارتة نقصت للنوادي 700,000 دينار. وربي فسر لنا هذوما سي سي حامد، هذه 700,000 دينار ما لقيناش حتى اثر، ما فهمتهاش كيف هي، وماذا بينا كان تفسر لنا وتعطينا تفاصيلها. عاد مشكلة أكبر أنه ما تعرفش اللي الوزارة. أنا عندي أرقامي واضحة. الفترة المتراوحة ما بين 2014 و2016 فما تراجع ب 550,000 دينار، وفما فارق ب 650,000 دينار ما بين 2016 و2018. هذوما يجيوا 700,000 دينار في سنتين تراجعت فيهم المداخيل اللي كانت تعطي فيها الوزارة. وبين قوسين للناس اللي يسمعوا فينا، مرات نسمع شكون يقول يخش بيه حق هذير أو المال العام تاخذ فيه النوادي وبين صيفة. حاب نقول للناس اللي يسمعوا فينا أنه البرومو سبور راهو وصل لي دخل في 104 مليار ربح نات في العام، 10% ياخذهم الإدارة، 40% ياخذهم المتراهن، و 50% تاخذهم خزينة الدولة. النشاط الأساسي متاع البرومو سبور هو فرق كرة القدم التونسية متاع الرابطة المحترفة الأولى. معناها راه وقت اللي نطالبوا بجزء قليل ياسر للنوادي باش ما عادش تعيش وهي تطلب في الفلوس، راه هذا حق أقل ما يقال فيه أنه نشاط كامل مبني على كرة القدم. يلزم تفهم حاجة أنه البرومو سبور قعد في إطار منظومة أركايك وقديمة وتراجعت مداخيله. يلزم تفهم حاجة أنه الوزارة في بقعة تزيد المصاريف، تزيد الفلوس للنوادي في ظل ارتفاع المصاريف وكثرة المصاريف للنوادي خفضت. راهو ماهوش معقول باش نتعاملوا مع رؤساء النوادي بمنطق برا حل مشاكلك ولا راك ما بعثت ليش. احنا نحب وزارة تعيش معانا المشاكل، تعيش معناها رئيس نادي يخرج شيكيته وهو ما عندوش فلوس. وش معناها فلوس وقت اللي يقولوا مش تجي في ديسمبر وما تجيش؟ اش معناها؟ إيه هاو يقول لك سي حامد، يقول لك فما شروط معينه اذا كان استجابت لها الانديه توصل لها الفلوس في الوقت المناسب. انا خلينا نكمل. راهو وقت اللي يقولوا الوزاره وخرت ما صبتش الفلوس، راهو كارثه بالنسبه لرئيس نادي. لانه الملاعبي، لانه حتى كان رئيس النادي سبق، راهو الملاعبي ما يصبرش. احنا نحسوا الوزاره في برج عاجي ما يشتعيش مع رؤساء النوادي، تتعامل معاهم عن بعد، تقول لهم برا حلوا مشاكلكم، ابحثوا، حضروا كل اوراق. ما همش فاهمين اللي راهو فما وضعيه يعيشوا فيها رؤساء النوادي ما همش عايشينها، بعاد عليها. وقت يقولوا رؤساء النوادي راهو باش نوقفوا البطوله، مش لي ذراع، لانهم ما عادش ينجموا يعيشوا في نفس الوضعيه. ماهوش معقول الوزاره تنحي 700,000 دينار تنحيهم لهم، ماهوش معقول. يلزم تزيدهم الفلوس مش تنقص لهم. يلزم تجتهد الوزاره كما اجتهدنا احنا. احنا بين 2012 و2016 كنا في 12 مليار في نفس الظروف الاقتصاديه اللي تعيش فيهم الوزاره. احنا ردينا ميزانيتنا 24 مليار وقضينا على عجز مالي ب 8 مليارات. وقت تجي تجاوبنا الوزاره وتقول راهو القانون يقول انه الرهان الرياضي حصري للدوله، يخشبين ما نعرفوش احنا انه حصري للدوله؟ ما نفكروش يا اخي، لا نفكروا، لا تفكروا ولا تخليونا نفكروا. راهو هذايا احنا نخموا في حلول استراتيجيه بعيده المدى. اذا كان البرومو سبور تعرف اكثر مني، هاو يعرف انيس والناس الكل يعرفوا الرهان الرياضي يتلعب في الحوان تفز نق وبلورو تو. واحنا مازال البرومو سبور يخمم في اوراق معمولين عند الحماس تمشي تشريهم وتستناهم بعد غدوه. اللعبه توا نتاع البرومو سبور ولا اللعبه نتاع الرهان الرياضي سي الانستون ميم سي انستونتاني. اذا كان انت ما تطورش المنظومه هذه ما تنجمش تدخل منها فلوس. احنا نجمو نطوروا كره قدم بلاش فلوس؟ لا، نجمو نطوروا كره قدم واحنا ما عندناش ملاعب رياضيه متطوره. شنو اللي عمل اللي عملوه البرومو سبور؟ شنو اللي عملته الوزيره ولا السيده الوزيره باش تطور المنظومه نتاع البرومو سبور؟ عندها تراجع المداخيل نتاع البرومو سبور اكثر من سنتين في تراجع في سقوط. شنو اللي عملته؟ شنو اللي عملته في اطار تطوير المنظومه القانونيه؟ احنا على الاقل كي قلنا باش نعملوا سوسيتي نتاع برومو فوت كيما صاير في العالم، قلنا احنا
نجيو نطوروا المشاريع نتاع القوانين نتاعنا، نخلقوا شركه منافسه لها الشركه العموميه. يا اخي مش كان قبل فما مستشفى عمومي ومن بعد بشويه بشويه ولا فما كلينيك بيه ولا بيه فما منافسه. انا اللي حبيت نقوله بيه الشركه نتاع البروموفوت اللي قلنا انه راهو نحبوا نخلقوها، نعرفوا انه القانون ما معناها يعطي حصريه للدوله، الدوله معناها ما فماش فايده باش تذكرونا انه هذا الاجتماع كانوا مشاركين فيه اكثر من ديز جوريست. اما فكروا معانا احنا على الاقل نفكروا نقولوا راهو شركه بيه تعنى بمسابقات كره القدم وتعمل الرهان في كره القدم وتدخل فلوس وما عادش تخلي النوادي يحتاجوا باش يطلبوا فلوس من عند الوزاره، تو يفضلوا فلوس وتو يوفروا الدوبل نتاع اللي توفر فيه البرومو سبور. خلينا نشاركوا بقيه ضيوفنا وترجع لك سي حامد. باهي مساج، خلي بعد هكا قيد في شنو باش تفاعلوا تو نتفاعلوا من بعدنا، خلي نشاركوا ضيوفنا. اني صراحه لهنا مشاكل كبيره قاعده تخبط فيها الانديه، شكون يتحمل المسؤوليه؟ كانه ما ناش عارفين اليوم شكون قاعد يتحمل مسؤوليه. صحيح ما عندناش احتراف، صحيح القانون نتاع الانديه نتاع الجمعيات اللي طالبوا عندنا سنوات باش يتغير ما تغيرش، الشيء اللي يخلي جمعياتنا اليوم والشيء اللي يخلي مشاكل مثل هذه قائمه وتهديد بايقاف نشاط البطوله. شوف الحقيقه انا نعتبر روحي في جانب من الموضوع شاهد للعصر، لاني في 2011 بعد معناتها الثوره عايشت معناتها المشاكل نتاع النوادي والمشاكل نتاع انعدام الموارد الماليه، ونذكر معناتها باش نعمل شويه معناتها بسط تاريخي للوضعيه هذه، علاش اليوم وصلنا في الوضع هذا. الحقيقه الحاجه الاكيده والمتاكده انه الكره ما تشكلش اولويه عند الدوله، معناتها تقريبا السكتور الوحيد اللي عمره ما سمعنا سياسي كان او وزير او رئيس حكومه او رئيس جمهوريه في اللي تعداو من 2011 حتى 2018 حكى على الكره، صوف انه هي تنجم تكون كان فيترينا وقت نشوف الماتشوات الكبيره ولا ماتشوات الشوك ولا الفينال ولا باش يطلبوا التساكر ولا باش يطلبوا ليزانفيتاسيون، وقت تولي الكره تعني للسياسيين. لكن غير هذا لا شفنا حزب سياسي عنده برنامج على الكره، لا شفنا حكومه حكيت على اولوي الكره من ضمن اولوياتها، والكره راهو نقدت البلاد وصوره البلاد في 2011 وقت اللي ما وقفتش الكره، وقفت شهرين او ثلاثه ومن بعد النوادي رضات ترجع تلعب بدون حضور الجمهور تقريبا مده سنتين، ومن بعد تلعب معناتها بكوتا صغيره نتاع جمهور، والنوادي هي اللي قاعده تدفع في الثمن نتاع النقص في الموارد الماليه. باش كافينا النوادي ورؤساء النوادي على تعاقب المراحل اللي تعداو بها، معناتها شوف كل نادي قداش من رئيس تعدى عليه من 2011 حتى 2018. ذكرناهم اللي عندهم ديون في السي ان اس اس من 10 و 15 سنه تعديت. وذكرناهم اللي ثم راهو عندهم بطاقات الزام مع اداره الجبايه فلوس ما دفعوهاش، اللي كان ثم نظام سياسي يعفيها ويغطي عليها، اللي هم مطالبين اليوم باش يسويوها، معناتها يجي رئيس نادي تقول له راهو عندك ديون اليوم انت في 2015 ولا 2016 الديون راه ترجع 97 و98 و99 و2000 راك انت ما تدفعش للسي ان اس اس. انا نقول اذا كان منطق اليوم مقاومه الفساد، لي بي دي جي اللي شدوا نتاع السي ان اس اس الكلهم وينهم في البيريود هذيك؟ شبيهم ما طالبوش، شبيهم ما قاموش بالاجراءات ضد الجمعيات. فكرت اليوم انت وقت اللي جات رؤساء نوادي تشد ما عندوش مداخيل، نقص البرومو سبور، نقص في السبونسور، نقص في المداخيل اللي كانت تعطيهم الوزاره، نتذكر كانت الوزاره حوالين النوادي على الاقل في الرابطه الاولى 600,000 دينار كل نادي، 3 ترونش في 200 مليون، من بعد ولاو نقصوا، من بعد ولات مره تاخذ 75 ومره تاخذ 100 ومره عادوا باش ينقصوا لهم 25، بعد برا جيب ورزم من الاوراق باش تاخذ المنحه هذه، معناتها هو ما كملها. ثم نوادي وقت تتصرف لها في مارس ثم نوادي تخلط في جوان وفي جويلي، يمشي يتسلف فلوس باش يخلص السي ان اس اس باش ياخذ ورقه ويعمل انجازمون باش ياخذ فلوس، معناتها اللي هي ساعات نوادي ريتهم في الرابطه الثالثه ياخذ 30 مليون يصرف عليهم 25 مليون باش يخلص شويه لاداره الجبايه ويخلص شويه اداره السي ان اس اس وياخذ اشلونمون، بعد كي تجي الترونش الثاني يلقى روحه ما نجمش يدفع يوقفوا له المنحه نتاعو. دونك اليوم لازمنا نفكروا في النوادي هذه اللي ضحات على خاطر الكره، ضحات على خاطر صوره البلاد، وضحات وساهمت في معناتها وقت اللي شفنا في مصر قداش وقفت الكره، وشفنا في ليبيا قداش وقفت الكره، تونس البلد الوحيد اللي صارت فيه ثوره والكره ما وقفتش تقريبا شهر ولا شهر ونص. دونك مش هذا اليوم ريكومبونس نتاع النوادي ورؤساء النوادي والجماهير اللي تحب الكره. عربي شوف ساعة محمد علي، خلينا نحطوا الامور في اطارها قبل ما نتعمقوا في جوهر الخلاف بين الانديه او وتعمق اليوم طبيعه الخطاب بين ممثل الوزاره والناطق الرسمي بتاع المكتب الجامعي اكد اللي فما قطيعه بين الجامعه التونسيه لكره القدم
وبين سلطة الإشراف، وهذا بطبيعته باش يخلي الخلافات تتراكم، كوسوسوا اليوم نحكيه على خلاف تاع تمويل الأندية أو حتى بعض المشاكل اللي صارت حتى قبل نرجع بالتوالي نحكيه على تمويل متاع رحلة المنتخب إلى كأس العالم، برشا نقاط خلات يوم نحكيه على قطيعة بين المكتب الجامعي والوزارة. يمكن قطيعة فما شكون حتى يتكلم على لي ذراع، قال لك الوزارة تتحط في العصاف العجلة، الجامعة تطيش الكرة للوزارة، وشكون يقول المكتب الجامعي قاعد يستخدم توا في الأندية في إطار حرب على ضد سلطة الإشراف، لكن هذا ما هو صحيح، لأنه في الأخير المكتب الجامعي هو الهيكل اللي يحمي حقوق الأندية. لكن اليوم كي تجي تشوف توا، أنا كنت نسمع في كلام سي حامد، إذا باش نحلوا باب مثلا البرومو فوت، تخاف غدوة مثلا الجماعة كرة اليد تقول لك نعمل برومو هونت، الباسكيت بعد غدوة تعمل، يعني علاش ليه؟ علاش نقعدوا نخموا ونعملوا في ريزونمون نتاع 30 و40 سنة التالي؟ علاه؟ جوستومون أنا حبيت نكون يصير في العالم فما شركات هكا باش نكونوا إيجابيين، يعني اليوم عليها. اليوم كي باش نخموا باش نصلحوا، ما نخموش نصلحوا قطاع بقطاع، يعني اليوم إذا فما نية للإصلاح مع الوزارة. لا احنا نمشيو، لا احنا نمشيو نخموا، نخموا للوزارة باش تصلح. لا كمل فكرتك يا حامد، انا اللي حبيت نقوله اللي اليوم حتى الالفاظ ماذا بينا نحكي وعلى الاقل نحترموا بعضنا شويه، لانه وين التفكير، وقفنا على التفكير واحد بربي. لا لا سامحني بربي، اسمع احنا توا كاين احنا جامدين وما احناش قاعدين نفكروا في مستقبل الرياضه وبالخصوص في كره القدم. سامحني سي خالد، خليني نكمل سي محمد علي. محمد علي قصيدتك كده معبر بعد شويه. هذا اللي حاب يتفاعل معنا المدير العام لشركه النهوض بالرياضه. حبيت نذكر في حاجه اللي راهو الرهانات الرياضيه هذه سي لو مونوبول دو ليتا. علاش؟ الاسباب التالية. قالها مونوبول دو ليتا. علاش الاسباب التالية؟ هي اسباب منهجيه وموضوعيه جدا. الدولة تفكر بمفهوم الرياضة التونسية، ما تفكرش بمفهوم رياضة كرة قدم فقط، لأنه هذا مبدأ دستوري قبل كل شيء. كل مواطن عنده الحق في ممارسة الأنشطة البدنية اللي راها مناسبة ليه، ومن المنطلق هذا احنا مسؤولين على تنمية الاختصاصات الرياضية والنهوض بها بما فيهم كرة القدم. أنا نجي أقول لك اليوم في حان الوقت زاد باش نطوروا قوانيننا وتشريعاتنا. نقول لك كره القدم اليوم، كره القدم اليوم سي محمد علي تحظى بنسبه 72 فاصل تقريبا 86% من الميزانيه المتاتيه من الصندوق. دونك راهو ان بورسنتاج معناها انورم بارابور الجمعيات الاخرى اللي نسميها الجمعيات الصغرى، الرياضه النسائيه، الرياضه المعوقين وغيرها. دونك كرة القدم راهي قاعدة تهضر بنسبة كبيرة ياسر. باش نرجع يا اخي الدولة، يا اخي كلام اللي يقول فيه السيد المدير، هي الدولة بالفعل راهو تفكر في الرياضات الكل، اما خلت تفكر على الاقل، يعني ما حبتش تفكر الدولة حسا في ديزاني وما فكرتش. شو ما حبش تفكر؟ اعطيني شنو هو المشروع الجديد توا؟ احنا قلنا عندنا مشاريع جديدة، قلنا نقترح مشروع. هاي شركة النهوض بالرياضة. سامحني بربي سي وزقر، احنا قلنا بسرعه سي حامد لانه معنا السيد مكرم شوشين مدير عام للشركه. قلنا نقترحوا مثلا مشروع تاع فكره تاع برومو فوت، انت اعطيني مقترح. انا ما نجمش نقول لك مقابل، ما تقوليش لا ما تفكرش. سامحوني سي منصف وسي حامد، خلينا ناخذوا ساعه الهاتف معنا سي مكرم شوشين المدير العام شركه النهوض بالرياضه. سي مكرم مرحبا بك. مرحبا بك محمد علي ومرحبا بك الكرام. اي مرحبا، طب التفاعل معنا، تفضل سي مكرم. اكيد حبيت جست نلاحظ ملاحظه بسيطه لا محاله، هو كيفاش حابين نلخصوا مشاكل تمويل الرياضه اليوم في تونس، ومعناها تمويل الجمعيات الرياضيه اليوم اللي هي في الحقيقه مش اليوم، راهي مش وليده الساعه، راهي المشاكل تاع التمويل هذه تقريبا عندها عشرات السنين. كانت مختلف الوزارات اللي تعاقبوا على وزاره شؤون الشباب والرياضه، بحثنا فيه الموضوع هذا العديد من المرات. وهو حسب رايي عندها عشرات السنين، معناتها نخليوها تزيد تتواصل، تما نلقاو حلول مع بعضنا، نحاولوا نطوروا شويه قوانيننا وتشريعاتنا. كانت متواصله من قبل، نخليوها تزيد تتواصل. سي محمد، سي محمد علي، خليني نوصل نكمل معاك. حبيت نقول لك كونه الاشكال هذايا اعمق، كونه يتلخص في البروموسبور. اليوم حبيت انا في الحق ندخل على مستوى البروموسبور فقط، مش على مستوى تمويل الرياضه، لانه تمويل الرياضه وتمويل الجمعيات الرياضيه اكيد كونه اشكال كبير ويلزم معناها ندرسوه بعمق.
هذا هي الجانب الاول. الجانب الثاني البروموسبور اليوم على الاقل الجامعه التونسيه كل قدم هي عضو في مجلس اداره شركه الرياضه، وهي ملمه بالمشاكل اللي قاعدين نعانيوا فيها في المده الاخيره على الاقل من 2013 مع تفاقم ظاهره الرهان الموازي هذايا اللي جاء لبلادنا وما شاورناش وتخل على الانترنت وقاعدين نحاربوا فيه عن طريق مثالش اسمعني يا سيد احمد وتفاعل معي ايجابيا خاطر الجامعه التونسيه قاعده عضو لا تكنولوجي والتطور ما عادش يستنى توا ما عادش كل انسان مش يقعد يستنى ما عادش مش يستنى يا سيد احمد تصور انت توا اللي قاعد تقولي فيه انا مش ملم به معنا تصور ان التكنولوجيا حسب رايك انا توا قاعد نظرها على جنب ليه عندنا دو سوسيتي توا يخدموا في تونس اسمهم دو سوسيتي يخدموا سو فورم دو سوسيتي نتاع انفورماتيك وهما يخدموا في الرهان الرياضي بالدوفيز صافي قداش من عام شكون تلفت لهم كيفاش طور البرومو سبور روحوا باش ينافسهم انا هيك انا هذم الاجوبه اللي نحب عليهم هاي باهي خليه يكمل الهاتف نتاعو فكرته سي محمد ليش منجاوبك سي احمد محلاك الضحكه اللي بينا ليش منجاوبك خويا اليوم شركت النهوض هاي بسرعه سي مكرم تفاعلت مع الاشكال هذايا بالجانب الاول هي تحيين النصوص القانونيه نتاعها اللي هي عندها تقريبا 18 سنه ما تحينتش الجانب الثاني قاعدين نركزوا في منظومه جديده ما يسمى اللي تحكي عليه انت الفارياكوت يسمى هو الرهان الرياضي المتعدد الاحتمالات وقاعدين نركزوا فيه وهذه اجراءات تتطلب بالضروره مراجعه النصوص القانونيه نتاع اللي تنظم شركه بوك بالرياضه. الجانب الثالث هو الجانب القانوني والجانب اللي قاعدين نتعاملوا معاه الشركه هذه اللي ما عندهاش الحق باش تمارس في تونس واكبر ضرر احنا انت قلت كلمه قلت جاء في عام اللي هو العام 2013 واللي حقق فيه البروموسبور البيك اكثر روسيات عملت 120 مليار تعرف علاش؟ على خاطر ستول وحده في السوق اليوم كي تخلي الرهان الرياضي وقاعدين ثم اطراف تعاون فيهم الرهان الرياضي هذا الموازي هذا كيفاش اللي كدار في تونس هو اللي ضرنا احنا البروموسبور واضح هاي واضح مش بتولي موضوعنا البروموسبور تو ان شاء الله خصوا حلقه ونحكيو على موضوع البروموسبور يعطيك صحه شكرا ليك سي مكرم على فعلك معنا كابتن والله انا اخشى معناها اللي تو حاضر له انا ديالوج ديسور معناها ما فهميش حل بين وزاره الاشراف والجامعه علاش يا كابتن لا هذا ما انا الاستنتاج ان شاء الله ما نكونش غلط ولكن شو الانسان لازم يكون واقعي احنا عايشين تو الدوله والدنيا كل في كريز كبيره ياسر اقتصاديه كذا امور ما عادش كي قبل ما عادش البلديات، ما عادش البيتري، درات تي في قعد شويه، كانوا قبل 50 و60 الف يجيو، ما عادش، مشكل كبير في الجمهوريه التونسيه، الدوله تعاني وليس الافراد تعاني، كل مره المواطن شو مش يمشي يصطاد حتى يلقى باش ياكل، دونك يلزم الناس تفهم، اما تغيروا بوحده واحده. قوانين النوادي اللي هو بيت نون ليكراتيف خاطر الدعم هذا هي الهوايه نجي انا ناخذ فلوس من شركه باش انا نخلص اونترنور ب 30 مليون ما يجيش وانا عندي سؤال هنا باش ما نطولش سي حامد انتم عندكم لا دي ان سي جي صح ولا باهي اللي هي الاداره الوطنيه للمراقبه والتصرف اللي هي لوبجيكتيف زيرو ديفيسيت ما نقلنا على فرنسا احنا ما معنى هذا معنى ان انتم مش تعسوا على النوادي بوزيت لو جوندارم فينانسي تعسوا على النوادي باش قد ما يصرفوا قد ما يدخلوا ما يزمش يصرفوا اكثر معنى يصرفوا اكثر من طاقتهم صحيح معناها باختصار كل النوادي باستثناء انهم يتصرفوا في مال ليس موجود يجي الرئيس في اول موسم هات الكونتراتوات هات الستاجيات هات الدنيا زيرو مليم زيرو كيفاش واحد. انت بعد دونك راهي منظومه كبيره منظومه هجينه ابريد مش عارف منا ومنا جي وقت توا باش الناس الكل تعمل قانون يتماشى وواقع الرياضه التونسيه والواقع الاقتصادي للبلاد التونسيه معناها الامور هذه الكل واعطيني واعطيك ونعرف شنو راه مادام ما صارش قانون الناس الكل تحط يدها في هذا القانون الاكثر والاقل مش عندك مثال واحد شو هو دي ان سي جي في فرنسا مثال واحد اونكادرمون دو لا ماس سالاريال
سي حامد تعرف شو يعمل في فرنسا ليميتاسيون دي كونترا بروفيسيونيل وقت يشوفوا معناه كذا وقت يشوفوا فريق اللي معناه اموره سافا با كذا يهبطوه ديفيزيون 2 كذا اذا صار هذا في الدي ان سي جي نتاع الجامعه راهو ما صار حتى شيء هذا كل دونك اتمنى ان شاء الله الديالوج يرجع رانا الجامعه او الوزاره رانا كنا معناه نخدموا في هذا البلد ان شاء الله تمدوا دينا بعدكم ونلقاو حل. باه لا عاد سي بوزقر دقيقه لازمني لا باش نجاوبوا في نقطه برك. باه بسرعه باش ما يتعداش بسرعه سي حامد شو صحيح عندنا توا سنتين الجامعه ولات تشترط التقارير الماليه للنوادي واول مره الجامعه ضبطت الانتدابات في حدود وسقف معين بارابور لكل نادي وشنو هي الميزانيه نتاعو. وهذا لو تصرف جديد عملناه سي خالد سافي دو زاني وكان سمعت وتتذكر عام الاول كل مره نرجعوا ما نخليوش كاليفيكاسيون نتاع اونترونور ولا نتاع عدد من الجوارات علاش باسكو فما ان بلافونمون دونك هذايا احنا شو قلنا احنا سي بوزقر قلنا احنا ما عادش راضين بالمنظومه القديمه اللي قال عليها سي خالد مش معقول باش نطوروا كره القدم واحنا نخدموا منظومه من عام 56 سي تان نون سونس قلنا ايجا نحبوا نطوروا اش نحبوا نحبوا الوزاره كي نعطيوها مقترح ترجع لنا مقترح اخر واش تقول لي راكم ما تعرفوش راه ما يصيرش واضح هاي بي كلمه عربي الباس ما حبيتش نرجع لك عربي ونيس الرهان الرياضي بسرعة عربي اللي بروموسبور اللي قاعد يحقق معناها في عجز كبير مقارنه بالسنوات اللي فاتت ما دام الدوله مصره كونها تقسم مع المواطن راه باش يمشيوا ديريكت الناس كل باش تهرب للشركات الموازيه اليوم تحب ولا تكره في اطار معناها حتى بتحسبها بالعمله صعبه الدينار عامل شيء كبيره الناس تهرب تلعب لبرا يقول لك انا نربح ما غير ما اوبليجي باش نقسم مع الدوله لكن فما حاجه اخرى اليوم اللي لازم نفهموها علشان حبيك حبيت نتفاعل معاك سي حامد اليوم انا كنت نتوقع ولا كنت نتمنى المنوال ينجز عليه المكتب الجامعي يكون تنزل عليه اطراف اخرى اطراف اكبر لانه اليوم الاصلاح ما ينجمش يكون خطوه بخطوه اذا احنا دخلنا اليوم في منظومه جديده نحبوا نصلحوا كره القدم التونسيه ورياضه الكل اليوم يلزم يكون الاصلاح اشمل من المكتب الجامعي إيه لانه اليوم المكتب الجامعي معناتها تلوم عليها علاش لا انا مانيش نلوم عليها انا جد لا انا حبيت يكون الاصلاح اشمل لكن كيف الطرف المقابل محمد علي اليوم زاد سلطة الاشراف يلزمها تتخلى على العقليه نتاع الاداره الرتيبه اللي تخلي ديما الاجراءات تتطلب معناها شهور وشهور واضح. اليوم الاشكال هذا كي ينجم يقعد تجاوز نتاعو لا 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 على العقليه الرتيبه تحب نحط لا 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 سي حامد نسمع بعد نجيب سي المنتج نرجع لك خلينا نسمع خلينا نخدموا سي حامد انيس انيس ما تكلمش معنا بون ظاهر العلاقه بيناتهم معناتها متوتره برشا بون تعرف اليوم الجمعيات هما اللي معناتها في ازمه كبيره برشا اليوم تعرف اللي راهو نجم يكون عزوف حتى المسؤولين والرؤساء غدا ما عادش نجم تلقى حتى رئيس الشت الجمعي ما عادش تلقى حتى مسؤول الور في خسارتنا ليماج تاع تونس اليوم انا ريت اللي نوعا ما الوزاره اللي يستنوا في بعضهم في الدوره يعني باللغه الحيه باش نقولوا كارتا لازم نقولوها علاش ما رسلتنيش رسلتني مؤخر علاش ما بعثتليش كنا نجموا نجتهدوا اليوم احنا في وضع خاص شويه ديبيت سيزون ثم دي ريكروتمون ثم فلوس قاعده تحط رؤساء عملت دي ريكروتمون اذا ما تخلص ثم دي سالير اليوم ثم جوارات باش تقرف الور الوزاره نجم تجتهد نوعا ما شويه نسكروا الموضوع ومن بعد اذا ثم حاجه نجموا الونتير نجموا نصلحوها انا بالنسبه لي انا العلاقه اذا باش تقعد متوتره هكا راهي ماهيش في صالح الجمعيه ماهيش في صالح الرياضه التونسيه باش نجيك سي المنصف عندنا تفاعل اخر بالهاتف المره هذه من السيد احمد السواب القاضي الفاضل سيد احمد السواب محامي شركه منافسه لشركه النهوض بالرياضه سيد احمد السواب مرحبا بك مرحبا بك وشكرا على تمكيني من التدخل مرحبا سيدي تفضل السلام الكامل لكافه الحضور وخاصه السيد الكابتن خالد مرحبا سيد احمد مرحبا تفضل قلت لك مبروك البرنامج ان شاء الله سنه طيبه رياضيه للرياضيين الكل يعيشك وانت مولع بالرياضه نعرفوك سيد احمد اه والله مش مولع بالرياضه انا مولع بالرياضه وبالملعب التونسي عاد شيخ توا سيد احمد بالنتائج اللي قاعد يحقق فيها الملعب التونسي كيما الكابتن يعشق لها ماما ربي فضلكم حاسيل وبون ديماراج وبون سيزون هاي تفضل سيد احمد طلبت انك تتفاعل معنا ما نطولش عليكم ما نطولش عليكم اون دو مو قبل الثوره وبعد الثوره كره القدم والرياضه التونسيه اكبر العالفين الحاضرين الحضور الكل نعرفهم اللهم صل على ناس اخلاق وعلم وعايشين بالرياضه كيفاش منظومه الرياضه بما فيها الفروم سبور باش نحكي لك بالدوا بوليتيك القانون السياسي الدوله نظام بورقيبه وبن علي كانوا يلزمهم يتحكموا في الانسه نتاع تونس الكل بما فيهم الرياضه بما معناه البروموسبور ما تشدو كان الدولة
التمويل تقريبا كان من الدوله البلديه والولايه والوزاره والرؤساء وانا ما نلومهمش القدم رؤساء الجمعيات فماشي واحد كان يتسمى بدون موافقه السلطه يسو برودوي على فان اون سبيس دو كونسنسوس انا نتحكم في الرياضه وانا نحميك نعطيك التمويلات ونحميك من تتبعات الجبايه بالشفاه محمد علي. يعيشك سي دونك نحميك من تتبعات الجبايه ومش سيناسات والقربله فما توازن فما نوع من سبيس دو كونترا ما بيناتهم. بالنسبه للبروموسبور البروموسبور على عكس ما يتداول الان المجاني ملف انا ممتاز من بيبليسيتي للشركه اللي ننوم فيها فما اشكال قانوني جدي بخصوص ادعاء كونه البروموسبور عندها المونوبول من عدمه في الرهان الرياضي فما اشكال كبير وجدي قانوني والشركه البروموسبور عملت قضيه جزائيه ضد شركه جديده تونسيه وخسرتها البروموسبور جوج قضايا جزائيه من ناحيه القانون الرياضي الشركه اللي نمثلها انا ومش نعاود نذكرها مقدمه قضيه ضد البروموسبور في القاضي المختص في من يدعي الاحتكار وهو هيئه المنافسه عندنا محكمه ابتدائيه مختصه في تونس واللي يعرفوا القانون يعرفوا قيمتهم سي بن ميم بحذاك وسي المغربي بحذاك مجلس المنافسه هو اللي يقولوا هل الحكم باش يخرج في فاهم اكتوبر اتونسيون باش يخرج الحكم باش يقولوا هل البروموسبور صحيح عند الاحتكار ولا لا يضاف الى ذلك كنت تحكي قبلك على لي باري باراليل تاع بلانات وفلوس ورو وتبييض اموال انا وقتها قلت للمحكمه قلت لهم يا السبعينات انتم الكبار خلطوا عليها يا تحب ياغورت كان قبل في بالك عندنا ياغورت ستيل برك كعبه برك ياغورت يا تاخذها يا تروح المنافسه راهو تخلق المصادر التمويل نحكيو على التهرب والفلوس والورو هذا اللي احنا بصراحه واضح المشكل الادعاء بكونه هو حصري نشاط حصري للمونوبول البروموسبور يحتاج الى نقاش طويل والوقت غير الوقت السلام وتلفون واضح يعطيك الصحه سيد احمد ان شاء الله نطرحوه المره الجايه يكون موضوعنا هو موضوع البروموسبور ويكون موجود معنا سيد احمد سويب مشكور على تدخلك معنا سيد احمد يا سيد المنصف الكره لهنا تلقى في ميدان صراحه وزاره الرياضه لهنا الناس الكل عندها اجماع كونه وزاره الرياضه تتحمل المسؤولية يمكن ما تكونش وزارة الرياضة وحدها اللي تتحمل المسؤولية لكن تتحمل جزء كبير من المسؤولية هنا يقول لك رتيبة الإدارة الرياضة ما عادش أولوية عند الدولة الوزارة ما هيش حاسة ما هيش فاهمة الأندية والمشاكل الصعبة اللي قاعدة تعيش فيها الأندية التونسية جراء الوضع الاقتصادي اللي في البلاد احنا توا قبل كل شيء ما احناش في قطيعة مع جامعة التونسية كرة القدم بالعكس احنا نتواصلوا معها بصفة طبيعية وبطبيعة الحال احنا ايدينا مفتوحة والنقاش راهو معناها مفتوح مع الاخرين في الجامعة. تبقينا حبيت نذكر اللي الكابتن خالد قبيلة يحكي على الوضع الاقتصادي بتاع البلاد، هذا وضع ما نجموش نهربوا منه. وهذا ينعكس على القطاعات الكل بما فيهم الرياضة. اليوم انا عندي تراجع في الاعتمادات من الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة. 2017 عندي 18.5 مليون دينار. علاش؟ انا تنقول لك علاش. 18.5 مليون دينار مرة هذه ولات 17 مليون دينار. وهذا بقرار من وزارة المالية راهو. علاش؟ علاش؟ قول للسادة المشاهدين علاش؟ خاطر ثم تراجع في المداخيل. هي علاش تراجع المداخيل؟ تراجع الأسباب اللي كنا نذكروا فيها تو السيد المدير العام لشركة نهوض بالرياضة معناها كان يذكر فيه. بون هنا في الـ في الـ في الأثناء. الصندوق ميزان الصندوق هذه كما ذكرنا راهي موجهه للرياضات الكل اي باهي النهوض بكافه الاقتصادات هذا كل ما يعنيش أنا المشاهد اللي قاعد تطلع فينا اليوم حبيت المشاهد هل ستتفاعل الوزاره ايجابيا أنا هل سيقع حبيت نذكر سامبلومون احنا ثم في اطار سياسه الاصلاح دخلنا بطبيعه الحال بعد الثوره صار ما صار معناها اليوم رانا قاعدين نصلحوا في اولا في تشاريعنا اللي هي ما عادتش مواكبة صراحة ما عادش مواكبة للتطورات الحاصلة على مستوى سواء كان الوطني أو الدولي علاش ما سعيتوش في تطويرها بربي سيد المدير بالحق شوية مناسبة نحب نسألك كان سحام سحام خلي نكمل الفكرة نتاعي عايشة طيب بسرعة سي المنصف وهنا خذينا برشا وقت في الموضوع هذا داخلين في سياسة الإصلاحات منهم التشاريع الرياضية
وان شاء الله القانون الهيكل هذه اللي هو يعتبر دستور الرياضه في تونس ان شاء الله نهار اخر مش يولي يخول الجمعيات المحترفه هذه باش تستثمر في القطاع الرياضي وتكون عندها سيمون. اليوم تحبوا نفهموا فما حلول قانون الهيكل الرياضي جاهز جاهز وان شاء الله مش يقع من احالته للاطراف المعنيه بما فيهم الهيكل. خاطر هذا نفس القانون فيهم الجمعيات في عندي عامين ثلاث سنين تالي يظهر لي ولا اربع سنين ومدنا بملاحظاتهم. لا انا سي حاضر جاهز فيه تقريب 100 جاهز من وقتاش انا لو نسمع في كلام انا خدمت عندي اربع سنين شاركت في اللجنه هذه كلام انا 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 وفيه 109 فصل هذا قبل هذا جاهز عنده سنتين فيه 109 فصل لا جاهز جاهز شبيه عندنا عامين ما عملنا فيه حتى شيء هذا مش سنتين توا جاهز وباش يقع عرضه على كافه الاطراف المدخله كما قلنا الهيكل الرياضيه اللجنه الوطنيه الاولمبيه اللجنه لجنه الشباب والرياضه بالمجلس النواب الشعب وغيره هذا باش يعطيونا ارائهم في مختلف فصول الصحه اليوم هل سيتم التفاعل ايجابيا مع الأندية والصعوبات اللي تعيش فيها الأندية ومتومة كوزارة يقلقكم تتوقف البطولة ما يقلقهمش ولا عادي 26 سبتمبر تفاعلنا إيجابيا مع الجمعيات الرياضية وأذلنا باش نحاولوا لهم الاعتمادات نتاعهم احنا إيميدياتمون نارياجي لكن ثم إشكال هذه الله غالب ثم إجراءات وقوانين في المالية عندنا هيك الرقابة عندنا المؤسسات الرقابة الوطنية دونك مجبرين باش نحترموا الاجراءات والتراتيب هذه وبطبيعه الحال هذاك علاش وخرنا في صرف الاعتمادات اللي على الغالب مربوطه بشروط معينه معناتها انت تنجم تطمن العباد والمشاهد لهنا ان شاء الله دوبا جات الفلوس جات الوثيقه جات البطوله الوطنيه ايجابيا وحاولنا اعتمادات لفات الجمعيات طبعا ايش اشكال تبقينا قل لي مقدار المنحة يقول لك اسكو الوزارة خايفة بالحق على تراجع لأنه هذاك الظرف الاقتصادي بتاع البلاد اسكو فما خوف بالحق عند الوزارة كون النشاط الرياضي يتوقف ولا فما سؤال دون كونتر بارتي تسأل يقول لك اسكو الوزارة متقلقة من تهديد نتاع رؤساء الأندية بالإضراب احنا تفاعلنا مع الموضوع قبل ما يصدر البلاغ تاع الجامعة ديجا قمنا بإجراءات في صرف المنح أنا هذا ماشي علاش أنا عندي سؤال نحب نسأله للسيد المدير بالحق وقت بنسي حامد انا عندي ثلاثه نقاط ماذا بيه ما دام سي خالد بعدين وبعد نرجع لك نحبوا يسمحهم اش معناتها معذره نقديه في الموضوع عليه بصدق وقت السيده الوزيره مثلا تعطل انجاز النزل واللي هو فلوسه مصبوبه من عند الفيفا ونضطر احنا باش نعاودوا ناخذوا الوثيقه هذه مباشره من عند السيد وزير املاك الدوله بارك الله فيه ولليوم السيده الوزيره مخبيتها الورقه وقت لي السيد المقاول باش يبدا يخدم الجمعه هذه ما نخوضوش فيها لانه هذا مش هذا موضوعنا تقريبا عليه ما نخوضوش فيها انا قلت باهي مثال تو نحب نقولوا هنا ثم بير هوني ثم خلاف باهي مثال مش خلاف اوكي نسعاو احنا شوف كي نسعاو وقت اللي نجيو باش نتوكلوا على ربي ونبداو في السونتر ميديكو سبورتيف احنا عندنا مشاريع تطور كره القدم التونسيه نغزروا لها القدام وقت اللي نجيو نعملوا في السونتر ميديكو سبورتيف والسيده الوزيره تعطل المشروع نعاود نقول تعطل المشروع وتكلم رئيسة البلدية متاع تونس وتقولها ما تعطيش رخصة البناء إلا ما أنا نوافق شنو السبب معنا سي حامد؟ يا بدريزون ما نعرفش هذا وقت لي وقت لي وقت لي سامحني نكمل كمل حاجة برك تعرف سي بوزقرو أنه من جانفي من واحد جانفي 2018 الجامعة التونسية لكرة القدم قداش خذيت فلوس من عند الوزارة؟ قداش؟ خذيت 250 مليون 80 ألف أورو اللي مشات بهم للمونديال تعرف اللي جارنا اللي بحذانا خذا 60 مليار احنا لليوم ما خديش طياره 217 الف دينار ما خديش خذينا 250 الف دينار كيفاش نطوروها خذيتوهم كيفاش نمشيو نتصوروا سامحني كيفاش نتصوروا مع النوادي يا سي حامد نتصوروا مع الكيب ناسيونال وما نعطيوش فلوس لا لا نجموا نطوروها المنظومه ما نجموش ثم 500 الف دينار وصلت الجامعه توا وعندك 200 اسمع سي خالد الفلوس اللي خذتها الجامعه التونسيه دينار باش تشد المونديال تاع الطياره خاصه زاد باوكي ننتقد باوكي باش نجيو نقولوا راهو تطور كره القدم التونسيه سان كونتي جارنا اللي بحذانا اللي نحكيو على مردود الاقليمي خذا 60 مليار سي خالد للمونديال هذاك عنده تطور واضح واضح سي حامد سي حامد 250 الف دينار واضح بصراحه واضح انه فما تيار ما يمرش ما بين الوزاره والجامعه التونسيه لكره القدم نشوف من غير احنا موضوعنا اليوم وزقروا نحكي بكرة وزقروا نحكي كمان الموضوع ونختم كمان ماذا بينا زاد يديكم سيمون تكلموا بعدنا ما يفهمونيش المجتمع ما يسمعناش سي حامد اخر نقطة ونجيك سيمون اخر نقطة ونختم بها هاي 30 ثانية وقت لي اطارات من وزارة الرياضة
ومن بينهم السيد عادل زرمديني الأسبوع هذا يكلم المقاول ويقول له سايب عليكم ما تخدمش النزل، وراو المقاول اللي قبلك هرب ورانا مش نسترجعها الأرض مش خليه النزل اللي تبنيه. متأكد مبني على أقاويل؟ المقاول هو موجود مبني على أقاويل قيل وقال. لا ما يجيش هكا في متاهات هذه، يلزم وزارة تحس ماذا بيكونوا رؤساء النوادي وتسعى في تطوير المنظومة القانونية وتسعى في تطوير الموارد المالية. عندنا مسؤولية معناها تاريخية قدام على كل. احنا انا باش نقول لك حاجة اخر كلمة نقولها لك، انه راو النوادي نهار 24 اذا كان ما يقعش تفاعل معهم ايجابيا راهو مش يوقفوا البطوله. هذا هذا راهو معولين على حاجه. نقول لك حاجه بس احنا معولين على حاجه ايجابيه صدق، ما انا فيزيبل مش نكون ايجابي، مش نكون ايجابي، خلي يكون ايجابي سي حامد بسرعه معولين. لا لانه كان فما تفاعل ان شاء الله من طرف السيد رئيس الحكومه اللي فاهم شنو يعانيه رؤساء النوادي، واللي فما مطالب حينيه قابله للتحقيق، وفما مطالب كيما البروموفوت واللي لازمها تنقيح وتنقيح مشاريع قوانين وخدمه نتاع قوانين اللي ان شاء الله ممكن فما حاجات اجله وفما حاجات تتاجل بشويه بشويه. أموا على الاقل فما شكون ينجم يتفاعل معك ايجابي. واضح. هاي سي المنصف انا حبيت 30 ثانيه باش تختم. انا حبيت نتسائل، هل ترى كره القدم التونسيه هي تعول تقريبا بصفه كليه حسب نفهم انا من كلامكم، تعول بصفه كليه على منحه الوزاره اللي هي اون سيبفونسيون هذه ستون ألف ديفيداسيون تيلي اليوم عندي ألور كو ثم جمعيات خاصة رياضة فردية اللي قاعدة تو تشرف البلاد ما شاء الله، شأن رياضة جماعية عملوا لهم بروموسبور قاعدة تعرف البلاد هي أحسن سفير للرياضة التونسية. والعملية هذه ما عندها حتى ثمن، هي قاعدة ترفع في الدراب وتعزف النشيد الوطني أعلى المستويات. سي بوزقارو أنا أكثر من هكاكة سي محمد علي، الجمعيات الرياضية المحترفة راهي عندها برشا آليات باش دخل الفلوس، في عندها آليات وعندها قوانين من غاديك زادت على منحة الدولة اللي هي تعتبر تريد ديري زوار. الجمعيات ما عندهاش الغاليات الجمعيات الرياضية ما يمكنهاش أنه تخدم نسائية، لكن نوالون هم حالة مناش نحكيه مناش. لا عربي ما عادش خذينا برشا وقت في الموضوع هذا وموضوع تمويل الأندية. يا عارف موضوع تمويل الأندية هذا موضوع حكينا فيه برشا. يا سي بوزقار اللي ما دامش يقعدوا رؤساء النوادي يهزوا في روسهم وينفضوا والوزارة ما عندهاش بيهم علاقة وتقول لهم برا دبروا روسكم اعملوا حل على الواحد. سي حامد قاعدين نستقبلوا فيه ونحلوا في مشاكلهم. سي منصف وسي حامد مشكورين جدا، يعطيكم ولا حتى مالية. وكما قلت واضح انه التيار ما يمرش كيما يجري صراحة، يجب تجاوز هالاشكاليات هذه ما بين وزارة الرياضة. سي منصف ماذا بينا هالفكرة هذه تتنحى من اذهان الناس الكل، لان راهو احنا إيه فما وقائع تخليت تتنحى ولا احنا نفكروا بطريقه ايجابيه ونحبوا نلقاو الحلول العاجله ل ان شاء الله نلقاو الحلول العاجله واللي قاعده تاجل برشا. سي المنصف صراحه مشكور، يعيشك سي المنصف على حضورك معنا وعلى صدرك الرحب كالعاده. سي حامد مشكور جدا ايضا، شكرا ليك. نمشيو للمنتخب الوطني التونسي، تنتظر فيه مباراه مهمه ضد المنتخب النيجر، الحصه التدريبيه اللي مازالت كفيت المنتخب الوطني التونسي مع امير زيتوني وراجعين نحكي. مباراة اللي في تونس ان شاء الله نحسموا الترشح، نبدا سيرتونا نكملوا في المرتبه الاولى. الادفرسير ماهوش سهل، صحيح نحن اقوى منه على الوراق، لكن تعطيه باش الامال للكيبات هذوما. معناها كان نربحوا الزوز لقاءات نتاعنا، نترشحوا كوب دافريك وان شاء الله نحن نحبوا نكملوا الاولانيين في الجروب نتاعنا، ان شاء الله نكملوا باش نكملوا الاولانيين ان شاء الله. ما فماش مباراة سهلة في المجموعة نتاعنا، هذايا شحاتين في مخاخنا. هوني لو بومييي عندنا 6 بوان، لازمنا نكونفيرمي الشيء هذايا الجو الجاي ان شاء الله. ونعمل ان شاء الله مانيير باهي وان شاء الله سكور يتبع ان شاء الله. On commence à avoir une idée claire sur l'adversaire. On l'étudie toute la journée pratiquement avec le staff. Donc voilà, c'est un match qu'on prend pas à la légère. C'est un match très important pour la qualification à la Coupe d'Afrique. Donc on compte bien y mettre le cœur et l'envie sur le terrain pour montrer à tout le pays qu'on est là et qu'on compte montrer notre bon visage.
الناس كل المستوى متقارب ياسر، دونك كيما مشى لعب علي كيما مشى لعب غيرك يلعب ياسين كيف غيرك، دونك ان شاء الله لو جو دجي اللي مشى لعب يكون حاضر ويعطي روندمون اللي لعبت السنه فيه. فما اصابات في الـ في الـ في الـ في الستاج هذايا في زوج مباريات هذوما، دي جوار معناها عندهم وزنهم في الليكيب، دونك ان شاء الله اللي باش يكون حاضر باش يعوضهم يكون في احسن مستوى ويعوضهم احسن تعويض. و ليكيب ناسيونال معناها فما ليست لارجي كبيره، فما دي جوار معناها اللي يستناو في كل ماتش في فرصتهم، دونك معناها كان كل جوار يخدم شي قال على بلاصتو. ما تزيدني كان عزيمه، ما تزيدني كان قوه، لازم نخدم على روحي، مازال ما عملت شيء، هذه لا بدايه. ما عليك كان كل معناها ماتش في جمعيتي نوري ما عندي، وكل مش كون حاضر ان شاء الله في التربصات، وكي نجي هوني معناها لازم نخدم على روحي باش نحاول نلعب ونفك بلاصتي ان شاء الله. Après la Coupe du Monde, c'est la première fois qu'on va rejouer ici en Tunisie, donc on espère qu'ils seront là et on compte bien leur montrer que voilà, on leur fera plaisir et on montrera sur le terrain qu'on est une belle équipe. إن شاء الله يجيو بعد يتغفير، إن شاء الله يشجعونا ونحاولوا بإذن الله ما يروحوا كان فرحانين إن شاء الله. غاينس، مباراة مهمة للمنتخب الوطني التونسي ضد منتخب النيجر، مازلنا في انتظار مراد العقبي اللي يلتحق بنا بعد شوية. بون، قبل كل شيء لازمنا نحكيو على التطور الكبير للمنتخب التونسي على جميع المستويات، المنتخب التونسي نتائج وتحكي عليه. الحاجة برك اللي تنقص المنتخب بون جينيرال باش نحكي، يعني نصف نهائي ولا حاجة يعني إفريقية في كأس إفريقيا، نمشيو أبعد ما يكون يعني نصف نهائي نهائي لهنا باش تتويج المجموعة هذه حقيقة اللي قاعدة تخدم مليح، قاعدين في كل المحافل نكونوا موجودين الا ما يعطيونا حاجات ايجابيه. باش ندخل شويه سور البلان تكنيك، المنتخب نتاعنا تحسن اليوم، منتخبنا مع سي نبيل حق خدمه باهيه اليوم. سي فوزي باش ياخذ تراون مارش، باش ياخذ فريق جاهز، باش ياخذ عناصر جديده. بون حتى في القائمه ما ريناش عديد التغييرات في المجموعه، رينا مادي عنصر ولا اثنين كما شوات والحمد لله، هذوما ملاعبيه زاد كيف قاعدين في بدايه موسم، قاعدين يعطيو في مجهودات كبيره، قاعدين هزين النادي الصفاقسي خاصه من الناحيه الهجوميه، وقاعدين يعملوا في اضافه على المستوى الهجومي للنادي الصفاقسي. اليوم المنتخب في مباراته ضد النيجر، نتصور اليوم نحكيو على انتصار ونحكيو على اداء. زاد اليوم المنتخب مطالب بالاداء، مطالب بعد كاس عالم لعبنا مباراه، واليوم مباراه ثانيه في تصفيه كاس افريقيا، نتصور المنتخب حاضر. القائمه اللي موجوده تاكد انه النواه اللي عندنا هذوما من احسن موجودين عندنا، ما عدا عنصر ولا اثنين اللي ما فهم ممكن فهم نوعا ما بوان دانتوريغاسيون. شكون؟ كيما نقول انا اليوم نقول اليوم اللي معز بن شريفيه انا نشوفه في الليستا، معناتها اسكو معز موجود في القائمه نتاع المنتخب اللي هو مش اساسي في الترجي التونسي. ونعرفوا اليوم الجاهزيه قبل كل شيء، يعني نعرفوا الاطار الفني ديما يحكي على الجاهزيه، ومنهم سي فوزي نعرفوا يحب الملاعبي الكومبيتيتيف، يحب الملاعبي اللي تلعب. اليوم معز بن شريفيه نوعا ما دعوته باش تخلي الحراس الاخرين يقول لك انا معز موجود في القائمه، انا قاعد نخدم، باش يكون معز معناتها باش يكون معز احتياطي وموجود في المنتخب. بون ماهوش شك في قدرات معز بن شريفيه، للامانه انا شخصيا ناكد انه معز بن شريفيه كي يبدا في احسن حالاته من احسن الحراس اللي موجودين في افريقيا، لا شك لا اختلاف، لكن باش نعملوا ليكيليبر وباش نعطيو كل واحد حقه، باش لي جارديان الكل نتاع تونس كلهم يكونوا ايجابيين ويخدموا ويعرفوا اللي سي فوزي والاطار الفني ككل يخمم فيهم لجور جي انه باش يعاول عليهم. اليوم تعرف اللي فرجاني ساسي ماهوش موجود في القائمه. بون فرزيني بدا يرجع للكومبيتيسيون، محمد علي بدا يسترجع بدا يرجع للمباريات، يعني سي فوزي اليوم نتصور اذا غدوه فرجيني ساسي باش يبدا في افضل حالاته مع الزمالك المصري باش يكون موجود في القائمه. البديري للاصابه موجود معناتها غايب. بون ما ثماش ثم حاجه ايجابيه اللي هي في رسب العربي والحمدوني اللي هذوما ولاد بنزرت. بنزرت تسوق اليوم محمد علي، بنزرت قاعده تعطي في وليدات باهين، اعطت واحد ليتوال واعطت واحد لصفاقس، الور باش نعرفوا قيمه النادي اللي بنزرت وقيمه النوادي زاده للمنتخب كيفاش يعاونوا، معناتها في راس شو اسمه الحمدوني في نادي راس صفاقسي قاعد يعطي في اضافه من الناحيه الهجوميه، وفي راس بالعربي من اول بدايات وقاعد يقوم بالواجب نتاعو مع النجم الراضي الساحلي. نتصور شو عليك جماعه المرسى هكا على فراس بالعربي، فراس بالعربي ولد المرسى وين الترشق بلغه الكره محمد علي. انا واحد من الناس شخصيا معناتها ريتو الترشق في
في نادي البنزرتي، اكتشفته في نادي البنزرتي مع المدرب الاسعد الدريدي غاديكا، وين في راس بالعربي ريتو سور لو بلون اوفنسيف، ريت حجم اخر فوالا، خذا حاجه اخرى. مباراه نتصور مش باش تكون صعيبه على المنتخب الانتصار، لكن بودنا محمد علي راو اداء ونتيجه هذين نتمناوه من المنتخب قادر انه يمشي لبعيد، خاصه تستنى فينا كاس افريقيا صعيبه برشا ممكن نرجعوا لها محمد علي. علاش؟ على خاطر المنتخب المغربي والمنتخب المصري نعرفوهم رجعوا اليوم في الكورسه الاداء نتاعهم متطور كما قلت لك، يعني لازم نخدموا اكثر على رواحنا، نمشيوا اكثر لقدام، عندنا مجموعه طيبه وان شاء الله النتائج معناتها الاداء والنتيجه يكونوا موجودين في مباراه النيجر. كابتن لا شو مش بغاو، كل واحد عنده مش شوف ليستا، هي اصعب حاجه هي الليستا، مش واحد يدرب في نادي ولا يدرب في المنتخب الليستا، فهمتني؟ كما قال المدرب نسيت اسمه، قال توا وليت مشكل كانوا قبل يعطيه لايف بي يعطي ليستا يمشي على الروح، توا قال 60 مليون مدرب في فرنسا و70 مليون، هذا عادي في الواحد ولا واحد يبدا راضي على الليستا، وفما كل واحد يشوفها من الزوايا نتاعها، ولكن فما مقاييس تغيرت، مقاييس تغيرت مثلا نشوفوا احنا، والمقاييس تختلف من مدرب الى مدرب، مقاييس لاختيار الليستا، فما اللي يقول لك لا فورم دي مومون ولا لا فورم دي مومون ما عادش ياخذوا بها، ياخذوا ليكيليبر دو جروب، سي تري امبورتون، وعندنا مثال معناها ايديفيون وي في فرنسا، يقول لك لافي دو جروب، انا اعطيني ليكيليبر دو جروب، سي لافي اون جروب، من انهم الملاعبيه اللي الذين سينصهرون في هذه المجموعه بدون مشاكل، وتكون تكامل فوق الميدان وفي الفندق وكذا، والناس الكل تشتغل لنفس الاوبجيكتيف لنفس الهدف، هذا ولا توا مقياس اللي ياخذوا به عين الاعتبار كل المدربين تاع المنتخبات، انا نقول لك قعدنا في العالم كالمانيا كفرنسا ككذا. دونك عندك الحق تقول انت كيما الناس الكل، اول حاجه يقولوا مثلا بن شريفيه ما يلعبش، وليت اسمه نتاعنا الحارس تاع رامي الجريري، رامي متالق في الماتشوات وكذا وكذا، بون الناس الكل تغلط، هذا هو. ولكن انا نعرف اللي كيما الحرباوي، الحرباوي راهو سوني با مش على قيمته الفنيه او القيمه الاضافه اللي كان يعطيها المنتخب، هي امور اخرى، هذا على ليكيليبر او ثلاثه ملاعبيه كانوا ضده، تبقى انا نشوف وسمعت اللي يخيروا ليكيليبر دي جروب الى فيديو اون جروب اكثر من لا فورم دي مومون. عارفي بون ممكن اليوم باش نحكيو على القائمه متاخر شويه، لانه تعرف علاش محمد علي اليوم المنتخب التونسي خذا خطوات عملاق على المنتخبات نتاع النيجر وكذا، لذلك علاش ممكن حتى الاهتمام نتاع الشارع الرياضي اليوم بالمباراه هذيا اقل قياسا بالمباريات كلها، معناها نحكيو قبل على مونديال نحكيو على طموحات اكبر، اليوم باش تحكي على النيجر يعني حتى على الورق المنتخب التونسي يفوق سنوات ضوئيه، صحيح ممكن كره قدم توا ما تعترفش بلغه المنطق كل شيء وارد ضمن المنتخب. تقول المنتخب الليبي سافا با اليوم لا، المنتخب التونسي يعني اكد اللي هو تعافى، يمكن يعني تشوف التصنيف نتاعو على الاعوام الاخرى، نحكي على عام الاخراني مثلا، تلقى المنتخب المردود نتاعو مستقر، هو الاول افريقيا الاول عربيا، لكن كما قلنا ديما فما نقاط الاختلاف تكون حول العناوين الرئيسيه نتاع القائمه. اليوم فوز البنزرتي نعرفوه الناس الكل عنده الخيارات نتاعو عنده قناعاته، الاشكال نتاع القائمه ديما قعد في محيط رامي الجريدي الحارس اللي اليوم بين الناس الكل فرجاني ساسي فودي لافيريتي ساسي فوالا، معناها اليوم الناس الكل تحكي على خلاف بين المكتب الجامعي بين المدرب الوطني مكتب الجامعي خاطين المره هذه بين المدرب الوطني ديما خاطر الناس الكل ترمي الكره للمكتب الجامعي لانه هو صاحب القرار الاول في الخيارات. تفضل سي مراد ميسيج تفضل ادخل التحق بين مراد العقب المدرب الوطني عرض سريع التحق بين سي مراد العقب المدرب الوطني المساعد. مرحبا مراد، مازال كنت حق بينا مازال كملت حصه التدريبات للمنتخب الوطني التونسي وشكرا على حضورك. هاي تفضل عارف جسم مش كامل، خاطر انا قلت كلمه سي حامد قاديتها، قلت خلاف بين فرجاني ساسي والمكتب الجامعي هو الخلاف بين فوزي البنزرتي كما راج ما في تجربته مع الترجي الرياضي التونسي، وهذا حتى كان صار من حقه. اي لكن فوزي البنزرتي قال لك ما فما حتى خلاف ومش نستدعاه اللاعب. فوزي البنزرتي باش يبرر خياراته. اليوم نحن نحكيو على مجموعه ما نحكيوش على ملاعبيه، بين بالكشف كونه مثلا رامي الجريدي وجوده او عدمه في المنتخب مش باش يغير شيء كثير، نحكي ممكن على استحقاق رياضي نتاع ملاعبي قاعد يكونفيرم من مباراه لاخرى، لكن اليوم عندنا قائمه نتاع 23 لاعبي. مباراه النيجر ما تطلبش برشا فلسفه برشا انتقادات، اليوم عندنا افضليه على الميدان فنيا بدنيا حتى على المستوى الذهني باش نتجاوزوا المنتخب هذا، ممكن نخليه النقد هذا المباراه اصعب لرهانات اصعب، عندنا مباراه مصر اللي يمكن باش تكون محدده ومصيريه للاختبار جاهزيه المجموعه هذه، ومن بعد الانتقادات الصغيره نجموا نرجعوا لها في وقت لاحق.
هاي سي مراد متبقى البيت النار لهنا يقول لك ماهوش المنتخب الكبير اللي نجم ينافس المنتخب الوطني التونسي اللي نجم يقلق المنتخب الوطني التونسي. نتصور على المستوى الذهني هذه اكثر نقطه تخدموا عليها معالم اللاعبيه باش نحيوها من مخاخ اللاعبين. هو بالعكس هذا من المقابلات الصعبه ويظهر لي احنا تاريخيا معناها صارت لنا خيبات مع منتخبات على الورق معناها اضعف منا، وبالتالي هي في اللاوعي وفي اللاشعور نتاع اللاعب وقت اللي يستسهل ويعتبر ان المنافس اضعف منه وقتها معناها لا شعوريا باش يقع الارتخاء في المعنى ينقص في المردود نتاعو اللاعب، وبالتالي والعكس يصير المنافس اللي على الورق نقولوا احنا اضعف باش يعطي 200%، وبالتالي تصير المفاجاه لا قدر الله. احنا لا ناخذ المقابلات كل بكل جديه، فماش حتى منافس ضعيف ومنافس قوي، اهم شيء نحطوا احنا نفرضوا اليه لعبنا ونفرضوا اسلوبنا ونفرضوا شخصيتنا في الملعب، ويبدا عندك ديما تبدا الرغبه متواجده في باش ناخذوا 3 نقاط وهذا اللي لازم يصير. تو اخوي مراد قبيله معناها التساؤل، وانت تعرف تساؤل الراي العام الكل، ونعرفوا احنا الليستا معناها كل واحد فهمتي 200,000 راي، وهذا من حقهم حتى المنتخب التوانسه بكل وليس بالنادي، ولكن السؤالات التي طرحت في الراي العام هو غياب رامي وغياب فرجاني ساسي. هذو وعلاش انا نقولوا هكا؟ خاطر خليتوا الناس الكل نحييهم من هذا المنبر سي فوزي اللي وعدنا اللي كله قد معناه دخل عادات وتقاليد جديده في المنتخب، انا كل قبل كل قائمه سيقوم بكونفرنس دو بريس، ما ما قامش بها، كان قام بها وجاوا لي جورناليست وبارك الله فيه وسالوه السؤالات هذيا راهو للدوسي كلو، ولكن قعدت للحين والاسئله هذيا تطاير فرجاني ساسي تولي دي ريمور ودعايه وخلاف بين كل واحد، معناه كل واحد باش يكيف حسب نزعته حسب الزاويه نتاعو هذا الغياب الاكثر ولا الاقل. نجاوبك على الندوه الصحفيه اللي حسب علمي انا الندوه الصحفيه المفروض كانت نجم تكون، لكن تزامنت مع نهار 3 وقتها ثم مقابله، ثم زوز مقابلات في البطوله الوطنيه، ومنين غدوه الاربعاء زاد ثم في البطوله الفرنسيه. احنا حتى هو معناها احنا محددين مش تهبط نهار 3 القائمه ديما باحتراز، معناها فما عندنا عناصر يلعبوا بين الطرف. لا لا هذه عندك الحق ما تعملش قبل ماتشويت لك. وداير وقتها اتفقنا باش نهبطوا اخر وقت معناها بعد المقابلات هذوكم. خاطر فما لو ريسك نتاع ملاعب ينجم لا قدر الله تجي اصابه كيما صار لوهبي الخزري صار لعلي معلول. ما صار التأويل كابتن، ما هذا هو التأويل نحبوا نخرجوا منه واحنا. ما عندناش التشويش هو التأويل صراحة. هذا تأويل قالوا خاطر الجول خلوا بونت وما عيطلوش. لا. التأويل على زوز أسماء اللي هما الفرجاني ساسي ورامي البدوي ورامي الجريدي، وعلاش تطرح اسم رامي حتى رامي البدوي؟ فما شكون قال رامي البدوي ماهوش اساسي مع النجم الرياضي الساحلي؟ ايضا قلت رامي الجريدي لانه رامي الجريدي هو اللي يلعب اليوم في الترجي التونسي، ومعز بن شريفيه هو الاحتياطي القائد الاحتياطي في المنتخب، والاساسي ماهوش موجود دون استنقاص من قيمه بن شريفيه. هو نجمو ناخذو كي ناخذو البيلون تاع الزوز حراس، معناها زاد رامي اسمه معز بن شريفيه زاد المقابلات الاخرين كل كان هو الاساسي. اليوم رامي جريدي اساسي على امتداد 3 أو 4 مقابلات. ثم اعتبارات اخرى، مثلا معز بن شريفيه عنده تقريب عنده ستاتيو جوار انترناسيونال، عنده ما يقارب 7 سنين تقريبا معناها في المنتخب، معناها ناخذوا الاعتبارات هذيا. واليوم اللي يهمنا انه فاروق بن مصطفى هو الحارس الاول توا في الوقت الحالي، مازال عندنا معز حسن ان شاء الله في مرحله لاحقه، هذا هو معناه. واحنا راهو ناخذ القرارات جماعيه لا سي فوزي البنزرتي واحد ولا شيء، بالعكس نجتمع بصفه دوريه معناه على المواضيع هذه وعلى المتابعه نتاع اللاعبين. بالنسبه لفرجاني ساسي انا كنت نسمع توا انه على اساس ممكن على المستوى الشخصي بينه، بالعكس هذا كيف كيف معناه ناخذ قرار جماعي. فرجاني ساسي في بدايه تنقله للزمالك من الاول ما بداش يلعب كما صار له هو النجاز، بعد لعب مقابلات بدا يرتقي معنا المردود نتاعو، ما زالت القائمه. وصدقوني معنا احنا كي تشوفوا القائمه تو الموجوده 23 عندنا قائمه تقريبا 40 بين 35 و40 لاعب، مثلا حتى العناصر الشابه اللي وقع دعوتهم راهم موجودين معنا، كان تجيو للمكتب نتاعنا تلقاهم موجودين معنا، كما في راس بالعربي كما شوات كما ايمن بن محمد قبل اصابه علي معلول، عندنا اسبوعين تقريبا 3 أسابيع معنا داولنا الموضوع نتاعو معناها يستحق معناها الدعوه. الاصابه نتاع وهبي الخزري علي معلول
بعثرت شوية الأوراق في المقابل عودة ديلان برون طبعا المنتخب الوطني التونسي بعد الإصابة. والله أيه هو مش كان هو ما ثلاثة عناصر معناها في آخر الوقت للأسف في الضربة معناها في قريب دقيقة 90 كما علي معلول في مقابلة متاع الدور في كاس رابطة الأبطال وهبي الخزري كيف كيف وعصام الجبالي معناها العناصر كل مهمين لكن نتعاملوا مع الوضعية معناها كما صارت ليوسف المساكني بالسابق إن شاء الله عندنا مجموعة معناها الكل يعرفوا أدوارهم في الملعب والكل عندهم الجدية والرغبة معناها باش يعطيه ويرفعوا رأي الوطنية وإن شاء الله ربي يوفق. باهي نحكيو على وهبي الخزري خلينا نشاهدوا التقرير الخاص بوهبي الخزري مع عبد الرحمن العش. وهبي الخزري اللي أصبح الهداف أحسن هداف في تاريخ اللاعبين التوانسة في البطولة الفرنسية بعد ما كان دو سانتوس سيلفا ب 40 هدف. وهبي الخزري بعد ما كان دو سانتوس سيلفا عنده 39 هدف وراجعين نحكيو على المنتخب الوطني التونسي وإن شاء الله في كل حصة باش نسلطوا الضوء على ملاعبي تونسي متألق ولا بعض الملاعبين الشبان اللي ماهمش معروفين برشا عند الشارع الرياضي التونسي واللي ان شاء الله والنجم القوم في نهار من النهارات مع المنتخب الوطني الا التونسي. وهبي الخزري مع عبد الرحمن العش والرجعي. وهبي الخزري من مواليد أجاكسيو سنة 1991 يعرف مسيرة احترافية موفقة في فرنسا منذ بروزه في ليك اون مع باستيا منذ 7 سنوات تقريبا. هو متوسط ميدان هجومي بالأساس يتميز بالنجاعة ومهارة كبيرة في التسييم حتى عبر الكرات الثابتة مع إمكانيات بدنية هائلة أكد خلال احترافه في بوردو طيلة 2.5 سنين بعد باستيا. وبعد تجربة ساندرلاند في البريمير ليج كان الموسم الفارط من أبرز نجوم رين في ليك اون مع تسجيله ل9 أهداف وتأقلمه مع خطة مهاجم محوري منذ نوفمبر 2017 مع اختيارات المدرب صبري اللموشي أنذاك. عودة قوية الموسم الماضي للخزري في ليك اون بعد إعارة من ساندرلاند ومساهمة كبيرة في تأهل رين للأوروبا ليج 24 مباراة وثاني أحسن هدف الفريق في البطولة. قبل انطلاق هذا الموسم رصيد الخزري 137 لقاء و36 هدف في البطولة الفرنسية. في جويلية 2018 انضم لأكثر نادي تتويج بالبطولات سانت اتيان بقيمة 10 ملايين يورو باعتبار الحوافز. ثقة كبيرة من المدرب جون لوي غاسي والنجاعة تواصلت وأربع أهداف خلال 8 مقابلات لوهبي الخزري ورفع رصيده ل40 هدف خلال 145 مباراة في الليك اون كأحسن هداف لمحترف تونسي في فرنسا متجاوزا قلب الهجوم السابق لسوشو وتولوز خاصة دو سانتو سيلفا. مع البروز في الملعب التاريخي جوفخوا كيشار من خلال تسجيل 4 أهداف منها ثنائية ضد موناكو خلال الجولة 8 ورغم المنافسة من ديوني قلب هجوم سانت اتيان هذا الموسم. وهبي الخزري مرشح ايضا انه يكون احسن لاعب لشهر سبتمبر في البطوله الفرنسيه مع نيكولا بيبي لاعب ليل اللاعب الايفواري لليل الفرنسي وديمبلي لاعب ليون. مراد حاجه تفرح كي تلقى ملاعبي صراحه المردود نتاعو قاعد كونستون. وهبي الخزري مردود جيد في المونديال جوج اهداف جوج تمريرات حاسمه توا يصبح أفضل هداف في تاريخ الملاعبية التوانسة في البطولة الفرنسية وقاعد يقدم في أداء ممتاز في البطولة الفرنسية وهذا حاجة تفرح حاجة تبشر بخير في المنتخب الوطني التونسي. وماذا بينا لو كان الملاعبية متاعنا الكل يقدموا نفس الأداء متاع وهبي الخزري وخاصة يكون الأداء متاعهم كونستون كما وهبي. أكيد وهبي الخزري قيمة ثابتة كما كنا نشوفه معناها كل مرة على النادي معناها يثبت حضوره بقوة يتأقلم في المراكز يلعب في الخط الهجومي الكل شفناه حتى الموسم الفارط لعب في خطة مهاجم معناها متقدم أدى الدور متاعه وهداف عنده لسانس دو بيوت يعرف وقتاش يحط الثقل متاعه خاصة ما عندوش دي شي تكنيك. وهبي معناها شوفوا في المقابلة يحط الثقل متاعه وقوته وجوده في الهجمة معناها واقعي برشا ويعرف يتعامل مع كل وضعيات الهجومية خاصة أمام المرمى. وماذا بينا بيان سور نشوفوا برشا ملاعبي يتبعوا خطى وهبي الخزري.
سي حامد 40,000 متفرج في رادس ان شاء الله بمناسبه لقاء المنتخب الوطني التونسي ضد منتخب النيجر، زعما نلقاوهم 40,000 متفرج في رادس مستحقين صراحه. نحكينا قبل على مصالحه ما بين المنتخب الوطني التونسي وجمهوره وحضرت في مباراه ليبيا، نذكروا جماهير اعداد غفيره ضد المنتخب الليبي. بعد المونديال فما شكون ما كانش راضي على اداء المنتخب الوطني التونسي في المونديال، اليوم نتمناو انه يكون حاضر جماهير باكبر عدد ممكن لانه المنتخب الوطني التونسي صراحه مستحق الجماهير. حقيقه جمهور تونسي كان علامه مذيئه في روسيا، كان شفت الجمهور التونسي كان متميز باتم معنى الكلمه في موسكو وكان علامه مذيئه، واحنا محتاجين برشا لجمهورنا، ونعتقد انه صارت مصالحه ما بين المنتخب الوطني والجمهور التونسي، والمره هذه ما فماش لا شروط اللي تنجم تحد من طاقه الاستيعاب ولا من الحضور ولا بالنسبه للسن. دونك نستناو ان شاء الله باذن الله انه المصالحه اللي صارت والقرب اللي صار ما بين الجمهور التونسي والمنتخب الوطني يقعد ديما في نفس المستوى، احنا محتاجين لهم ونتمناو انهم يكونوا حاضرين معنا. يتمناو يكونوا حاضرين معكم، وانا اقترح كما قال تو هذا اول موعد مع المنتخب، مدرب جديد كذا امور، خويا اقترح خويا مجانيه الدخول كما تعملوها قبل، وليدات صغار والعائلات والجو كذا، تو تبارك الله فما الفلوس القروش موجوده، الحق القروش تو موجوده، فهمتني؟ يا خويا خليها هذه المباراه تكون فرحه الناس الكل، والناس الكل تدخل وتشارك، هذا هو الاقتراح. على كل بقطع النظر الاقتراح ممكن ولو بدات تبيع بطريقه اخرى، ولكن اعتقد انه المصالحه صارت ما بين كما قلت الجمهور التونسي والمنتخب، ونستناو بصدق نستناو انه الجمهور التونسي يتفاعل مع المنتخب الوطني، تكونت لحمه جديده ما عادش تحبوا نفقدوهم ان شاء الله. عارف كما قال سي حامد توا ممكن العلاقه بين المنتخب وبين جمهوره رجعت، يعني ممكن سنوات الجفاء اللي شفناها ثلاثه واربع سنين التالي تنحات بالترشح نتاع المنتخب التونسي للمونديال، وحتى في مباراه ليبيا اللي الجمهور تحول باعداد كبيره وكان يستنى في عرض كبير عرض فرجوي ما تمش، لكن يعني المهم كونه العلاقه رجعت كما هي. ممكن فقط كما قلت من الاول انا محمد علي قيمه المنافس وحجم المنتخب نتاع النيجر هو ممكن مش باش يحفز برشا الجماهير التونسي باش تتحول، لكن ان شاء الله مع توقيت المباراه مع ممكن التسهيلات اللي باش تعملهم الجامعه قبل المباراه، تعرف توا كل مباراه وليت يلزمها ترتيبات مسبقه وتنظيم معناها باش يكون على احسن استعداد، ان شاء الله الجمهور يكون باعداد غفيره في مباراه نتمناو فيها المنتخب يجمع بين الاداء والنتيجه على الاقل نبداو صفحه جديده قبل كما قلت باش نتحولوا لمصر بمعنويات مرتفعه. سي مراد عربي قال المنتخب يجمع بين الاداء والنتيجه، اليوم الجماهير التونسيه تطلب في اداء من المنتخب الوطني التونسي، تحب تشوف منتخب وطني تونسي بطابع خاص، مباراه سوازيلندا يمكن ما كانش فما اداء كبير برشا للمنتخب الوطني التونسي، اليوم الجمهور يقول لك نحب نعرف حقيقه المنتخب نتاعنا. هو بالتاكيد اي مدرب في العالم ديما يصر على الاداء، خاطر الاداء هو اللي يجيب النتيجه. تبقى ساعات التطبيق ما يكونش 100%، ساعات معناها مش كيما تتخطط على الورق، لكن ديما نسعى واحنا باش يكون معناها عوامل النجاح واللي يوصلوك للنتيجه والانتصار يكونوا متوفرين في الملعب، وهذا بالتاكيد معناها اللاعبين مسؤولين باش يطبقوا كيما يلزم، يكونوا منضبطين ويعرفوا يتعاملوا في الوضعيات الهجوميه والدفاعيه، ويكونوا معناها متحررين ويلعبوا معناها الكره اللي فيها السرعه واللي فيها النجاعه وفيها التوقيت نتاع التمرير ونتاع الحضور الذهني، هذا من الكل لازم يتوفروا في يوم المقابله باش تكون مقابله معناها كامله اداء ونتيجه ان شاء الله. واحترام المنافس واحترام المنافس بالضبط. اكيد الفيزيوناج المنتخب نتاع النيجر اكيد اكيد معناها عندنا ماهوش منتخب صراحه السهل كما يحكي عليه الجمهور الرياضي واللي في المتناول. قلت احترام المنافس المقابله نتاع 6-1 مع مصر هي اللي معناها اللي يسمع من البعيد يقول ضعيف، لكن هي معطيات اللقاء معناها جات الاهداف بسرعه خلت المقابله معناها خرجوا حتى من اسلوبهم نتاع اللاعب، ماك تعرف ساعات منافس يعمل خطه معينه وقت اللي يقبل هدف، احنا مطالبين باش نحطوهم اون ديفيكولتي معناها كيما عمل المنتخب المصري باش نجموا نردوه في المتناول، لازم نفرضوا احنا اسلوبنا واليه لعبنا. يعطيك الصحه.
شكرا لك مراد، جبناك مباشره من رادس. ما زلتوا كملتوا الحصه التدريبيه، ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في مباراه النيجر، في زوج مباريات، مباراه الذهاب ومباراه العوده في النيجر ان شاء الله. بعد شويه باش نحكيوا عن الملعب التونسي، رغم النتائج الايجابيه الملعب التونسي يعيش في صعوبات ماديه. شنو سر نجاح الملعب التونسي في الموسم هذايا؟ الى جانب مواضيع اخرى، لكن قبل هذا نعمل ترتيحه مع فاست فوت مع صالح الهدايا وراجع. مرحبا بكم في فاست فود. الاسبوع هذا زوز بونتو عملوا ضجه كبيره في وسائل الاعلام. البونتو الاول اللي جينا من البطوله المكسيكيه، اوزفالدو مارتينيز، يسجل هدف لسانتوس لاغونا على طريقه الفانينكا لكن عبر مخالفه. والبونتو الثاني واللي ابتكر فيه نوريك افداليان طريقه جديده لتسجيل ضربه الجزاء. لقطة طريفة شهدتها البطولة الجورجية باقتحام كلب للملعب في مباراة الجمعة توربيدو وفريق ديلا. في الليغ أهل الفرنسية، كيليان مبابي سجل 4 أهداف أمام ليون في 13 دقيقة. وفي الليغا الإسبانية، ريال مدريد سجل رقم سلبي لأول مرة منذ سنة 1985 بالفشل في تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية في جميع المنافسات. إلى عالم البريمير ليج، ونحتفل مدرب سبيرس موريسو بوكيتينو على طريقته الخاصة بعيد ميلاد مساعده خيسوس بيريز. جماهير اياكس امستردام تسعى الحدث الاسبوع الفارق وتفاعل كبير مع ابن اسطوره الريغي بوب مارلي. ونختم فقره فاست فود بتشالنج من نوع خاص. حلو برشا صراحة، شكرا زميلي صالح الهداوي اللي قام بإنجاز فاست فوت. ونمشيو توا للملعب التونسي، سر نجاح الملعب التونسي، استراتيجية الملعب التونسي، صعوبات المادية اللي قاعد يعيش فيها الفريق. في حوار خاص مع رئيس الملعب التونسي جلال بن عيسى مع صفيه الوجه وحسام غارات. رجعنا ورغم اللي هي في الرابطه الثانيه الملعب التونسي، احنا ركزنا على الشبان. جبنا مدير فني، بدلنا الاطار الفني كله في الشبان، عملنا عقود للشبان اللي عندنا اللي راهو فيهم اليوم وقت عملناهم في عام احنا في القسم الوطني الثاني باش نستحفظوا عليهم. من وقت عملنا لهم عقود باش نجموا نستحفظوا على حق الملعب التونسي فيهم. اون باراليل عملنا الانتدابات اللازمه في الملعب التونسي وقمنا بالهيكله اللازمه في الملعب التونسي باش نرجعوا في اقرب وقت. الحمد لله ربي وفقنا، الرجال وقفت معنا وربي جبنا في السواق وقدمنا القدام وطلعنا رجعنا القسم الوطني. انا كنت اول حاجه مقتنع بالمدرب، اول حاجه انا ريته من عم ناول لعبت ضدنا في ماتش اميكال لعبت الشابه والملعب التونسي وريت الخدمه اللي خدمها وقعدت نجد عليه. وبيد سا لو فيكو نتاعو محمد المكسر فيكو كبير ياسر، راهو ياسر الناس ما تعرفش. راهو كيف تحط لي ادجوان انت مع اترونجي في تونس، احنا خدمنا رؤساء جمعيه برسك الادجوان التونيزي هو يخدم في كل شيء. راهو عملنا كونترا بعامين لمحمد المكشر في جوان عم ناول ومعاه اوبسيون دو لا تروازيام اني قد الموندا نتاع رئيس جمعيه. اختيارات اول حاجه هو استراتيجية كاملة واضحة، استراتيجية فيها يلزم نقاو
النقطة الوسطية ما بين التسيير المادي والتسيير نتاع البروجي سبورتيف. وعملنا اوبجيكتيف باش يكون لي سالير ما بين ستاف تكنيك وجواريات لازم يكون ما يفوتش سقف 100,000 دينار باش نجمو نقدموا قدام ونكملوا في البوزيتيف اكثر. يلزم المادة البلان فينونسي سورة اجيستي ان بتي بو. نحكيو بصراحة علاش؟ على خاطر انت لي بريم دو ماتش باش يوليو التالي وحنا ناويين نحبوا ان شاء الله نزيدوا نقدموا قدام. هنيا يلزم المداخيل نتاع لي روسيت دو ستاد ولي زابونمون يلزمهم يلزمنا نوصلوا اليوم احنا نلعبوا قدام اقل شيء 3,000 متفرج. واحد. اثنين لازم الاشتراكات نوصلوا 1500 اقل شيء نوصلوا 1500 اشتراك. اليوم عندنا 200 اشتراك عيب. عيب على ستاد تونيزيا. لازم العباد الكل تعاود تقف وتعاود تشري اشتراكات، اشتراكات رخيصه اليوم. ينجم يجي يعمل اشتراك لولده بلاش. حتى ال 14 سنه من الصفر ل 14 سنه بلاش. نعمل له اشتراك بلاش. يجي يعمل اشتراك لبنته بلاش، لمرته بلاش. توت لي فام والنساء بلاش. علاش؟ نحبوا نحسنوا في جمهور الملعب التونسي، نحبوا لو كوتي فيمينان يكون حاضر في الاستاد. اي امراه اليوم تحب تجي تفرج في الملعب التونسي تهز تصويرتها وبطاقة تعريف تدخل النادي يعطيها كارت تدخل الاستاد بلاش جرادا مش بلوس. اقل جمعيه في الديفيزيون ناسيونال والديفيزيون 2 والديفيزيون 3 تاخذ في منحه بلديه اليوم في تونس ما يصيرش تاخذ في 100,000 دينار. نعرفها اللي هي مبرمجه من عام ناول لكن كانوا ينجموا البلديه سنة تعمل اجتماع مجلس بلدي وتقول انا باش نعطي الملعب التونسي النقص نتاع عام ناول 50 ونتاع السنه 50 وترجعها فين كانت 150 كما كانت 2016 وقت تحت الملعب التونسي للديفيزيون 2. جوار في ليكيب ناسيونال اولمبيك كل يوم ياخذ الكار الخمسه نتاع الصباح باش يوصل يمشي يقرا وبعد يجي يترينا وبعد يروح يوصل ل 11 تاع الليل دار وقتاش باش يرقد وقتاش باش يريكيبيري وقتاش باش يرجع باش تعمل. ونيتو بليجي اليوم باش نسكنوا باش نوكلوا وهذه التكلفه. التكلفه دي منين؟ هذه شنو؟ معناتها الدور الاجتماعي اللي امبورتون في ستاد تونيزيا خاطر في منطقه كلها فيفي فيها منطقه فيها 350,000 مواطن. وعلى هذاك احنا نطلب بكل لطف من الناس كلها من الاحبه من المشجعين من الرياضيين راهي ستاد تونيزيا مستحقه للدعم. نحبوا نلعبوا في نشاركوا في دورات اقليميه معناتها في الكوب اراب ولا نشاركوا في الكاف. نحبوا نمشيو في الكوب دو تونيزي لو ماكسيموم ونحبوا المشروع نتاعنا يتبناه. ما رجعناش فيه هذا كله. قدموا فيه ونحسنوا فيه. لكن يلزمنا باش نوصلوا له يلزم كل شيء يتضاف. هيئه مديره مسيرين الساده الجوارات لازم يقعدوا ساقيهم في القاعه. ما سي ليفوري نتاع ماتش كلوب افريكا لازمنا نساوها طبعا فيا ربحنا الماتش كلوب افريكا توا نخموا في الماتش وقت الجاية. لي بورتري اللي صاروا بور كيلكو جوار يعطيهم الصحه توا لي جوار هذوما زاد كيف يعاودوا يخدموا على رواحهم. توا عندنا دي زوبجيكتيف نتاعنا هما ما تبدل حتى شيء. دي زوبجيكتيف نتاعنا نقدموا نخدموا قدام ما عملنا حتى شيء. الشامبيون مازال طويل طبعا فيا لي زوبجيكتيف مازال ما وصلناهمش. صحيح عملنا ان بون ديبار يلفو لو كونفيرمي بزوج ماتشات الجايين. ناكد لك الناس اللي تحب الستاد فاهمه الستاد واللي فور سيلونسيوس واللي تكنيسيان وجوارات الستاد القدم واللي يحبوا الستاد ديما يقفوا معايا يعرفوني خاطر على حق يعرفوني نخدم لمصلحه الستاد وما عندي الا الستاد. أنيس حكينا على قيمة الاستقرار الإداري في الملعب التونسي جلال بن عيسى اللي يواصل رئاسة الفريق. وكي تسمع السيد جلال بن عيسى يتكلم اليوم تفهم علاش الملعب التونسي قاعد يحقق في نتائج إيجابية. استراتيجية واضحة قاعد يبني فيها الرئيس هذايا والنتائج قاعدة تتبع اليوم. بون قبل كل شيء أنا عشت معاه كملاعبي وتحصلت معاه على التتويجات عشت معاه الفرحة عشت معاه عشت معاه كمسؤول ونيس هذا كيف كيف فوالا وكان موجود معنا نيس بون فتره بالحق ايجابيه بشهاده المتر كان موجود معنا عشنا فتره باهيه معاه انا بيرسونيلمون
كادي لعبت مع سينيور معناتها خذيت فرصتي يعني شكون اليوم وانت تعرف انيس في كورتنا تو شكون اللي كادي باش يعطيك فرصه انك تلعب سينيور انت وبسعيدي طلعكم انت حاضر وقت موجود 2002 فوالا معناتها بالحق عشت معاه فتره بيه ونعرفوا كمسير بالحق كي برشا يغزر على الانترم عنده نظره قدام بالكدا يمن بولاد الجمعيه ذي الحاجه الباهي اللي فيه اون بليس انه استاديست بون ممكن في الحوار اللي صار اليوم هو ياكد اكيد اليوم اذا رجالات الملعب التونسي والناس اللي موجودين والناس اللي تحب الملعب التونسي ما يوقفوش معاه اليوم باش يقفوا معاه اليوم الملعب التونسي يعمل 10 نقاط على 12 فرانشمون انا حتى كنت ملاعبي في الفتره نتاعي بوندون لي زاني اللي عديتهم ما كانتش معناتها ما عملتش بدايه نتاع موسم كيما بالطريقه هذه يعني اداء نتيجه والحاجه اللي تحسب له زاده في انتداب محمد مكشر حتى رئيس نادي اليوم ما يمن انه يجيب تعرف اليوم رؤساء النوادي باش يغطيو برشا عيوب باش يحاولوا كوفيو رواحهم ديما يحبوا يلوجوا على الاسم الباهي الاسم اللي سكت الجمهور اليوم الى بريان ريسك خذ ريسك ونجح فيه مازال عام طويل بون الحاجه اللي تخوف فيش ريسك عمل الاختيار لا باش نقول لك علاش لا ما باش تفهمني انا علاش قلت لك خذ ريسك محمد مكشر كملاعبي نتاع كوره قبل انا كورت معاه نعرفه مليح محمد راه كومبيتون منظم انسان نظيف برشا ملي كان يكور جميع تسمع حسه هذيك المؤشرات الكل تاكد انه محمد حتى في مشروع نتاع مدرب باش ينجح عنده المؤهلات عنده الامكانيات باش تاكد ان محمد باش يكون مدرب ناجح لكن اعطيني شكون باش يعطيك الثقه تعرف الناس كل نستناو الدزه الاولى كملاعبي المسؤول الاعلامي الناس كل نستناو الديبار شكون باش يمن بيك وشكون باش يعطيك الثقه يوم جال بن عيسى امن محمد المكشر محمد المكشر زاد اليونيت قاعد يخدم قلبه رب مصباح لليل حتى كي يروح يشوف لي زادفيرسير تصور انت حد بن قردان مليون يحضر ماتشو محمد المكشر وفات بالنسبه لي المرحله نتاع الانتصارات لكن الحاجه اللي تخوف اليوم كابتن هي الايفوريك نتاع الملاعبيه اليوم ثم ايفوريك كبيره اليوم ثم برشا ملاعبيه يحكي عليهم الميديا كل يوم يراو في رواحهم في الفيسبوك جماهير الملعب التونسي ريتا اكسي نتاع فرح سي فري الملعب التونسي بعيد على التيترويت عنده سنين وكل شيء لكن الملعب التونسي راه جمعيه كبيره مستانسه بالانتصارات مستانسين يربحوا في رادس بون لونتام ممكن نوعا ما خلت الجمهور يفرح برشا لكن يلزمنا سقينا في القاعه راهو الكوره ما فيهاش امان الكوره راهي غداره وانا عشتها ونعرفها وكبرت فيها وعشت مع دي جينيراسيون كبار كي نقول لك اليوم الملعب التونسي ولا معناتها لونتوراج تاع الملعب التونسي زعما يحطوا اليد في اليد مع الرئيس هذايا هو اليوم انا ممكن في كلمه الدعم المادي محمد علي راهو في الفتره هذه معناتها مهم برشا علاش ثم بريمات ثم دي سالير اليوم الملعب التونسي اذا حب يحافظ على الفتره هذه يلزمهم يدعموا الرئيس هذايا من الناحيه الماديه باش الفريق يمشي على السكه الصحيحه. اليوم النتائج الايجابيه نيس اللي قاعد يحقق فيها الفريق قاعده تغطي برشا على الصعوبات الماديه الكبيره اللي يعيش فيها الملعب التونسي. شوف الحقيقة نحكي على معناتها ثلاثة حاجات على وضعية الملح البلدية نتاع بلدية باردو لأني أنا عايشت في فترة تو جوست بعد الثورة وقتها كان والله نسيت شكون الاسم لو كان نستحضره كنت نقوله لأنه هو المتسبب الرئيسي في تخفيض نذكر كاتب العام البلدية وقتها هو اللي كان أنتيني مير ضيعت شوية الحقيقة اسمه لو كان نذكره أو يبعثوا لي لا 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 مهم برشا خاطر هذا حدث تاريخي بالنسبة لي لأنه أجيال من المسؤولين اللي ناضلت باش الملحه ولات 200,000 دينار. معناتها كانت تنذكر قبل 80 وبعد 100 وبعد 120 للي وصلت 200,000 دينار. جاء بقرار فردي وقرار احادي رد الملحه هذيا في 150 دينار او في 120 دينار وحرم الملعب التونسي من مدخول هام جدا كبلديه باردو. انا بالنسبه لي 100,000 دينار ما عندها حتى شيء عندي انا في رايي انا ما عندها حتى شيء صف استاد. اذا تنجح استاد نجحت البلديه عندي انا، الباقي كله عندي انا مش مهم. الباقي كله اللي تنجم تنجح فيه ما يشكل حتى شيء قدام نجاح الملعب التونسي. بلديه باردو حققت نجاحها كبير عندي انا وشعاع كبير نهار اللي تحل ملعب الهادي النايفر. صحيح. يعتبر انكسبلوا اليوم الناس كي تحكي على باردو تحكي على الهادي النايفر ما يحكيوش لا على مس النواب ولا على مع متحف باردو ولا على الخاصه ولا على غيره. يحكيوا على وحل في ظروف خاصه وقتها. تونس كامله فرحت الاستاد نهار اللي تحل باردو. المشروع او المركب اول مركب تعمل من عام 87. وسعينا وقتها وجرينا باش معناتها عملنا ظللنا كل الصعوبات وقت اللي في الوقت هذاك الحقيقه وللامانه البلديه ما كانتش حابه انه الملعب يتحل. لكن نتذكر وقتها كان السيد ولي تونس السيد فاخر قفسي كان بحرص معناتها الشخصي منه انه الملعب هذا وعدنا انه باش يتحل وحل الملعب. وهذا كان تغريبه الحقيقه معناتها البلديه
معناتها ماهيش متعاونه في سبيل حلين الملعب نتاع باردو. دونك المهم عندي انا اليوم الناس تتغاضى يمكن على الوسخ في مدينه باردو وما تتغاضاش على الدرجه هذه. لا 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 نحبوا الملعب التونسي امورها ماشيه وباردو مزيفه. شوف محمد علي اذا نقول لك انا نعيش في استاد ونعرف ايش تعني استاد بالنسبه لباردو وجودها في منطقه باردو. اليوم وقت اللي تحل باردو حتى البلديه استنفعت باللي بانو اللي تحطوا بالرون بوان الجديد اللي تحلوا 650 مليون اللي تنحاو من البيدجي واللي تنحاو من البارك لانه فما باش تعملت القنطره جديده وتعمل المحول نحاو معناتها قطعه كبيره من حساب المركب نتاع باردو وقدروها في وزاره التجهيز وقت هذول 650 الف دينار. اليوم وقت اللي تعمل التيران الثاني اعطيت فرصه للشباب باش تخلق منها اليوم مساكن جديد وعيار جديد وبوسعيد جديد وهرقيل جديد وليمام جديد، لانه اليوم استاد معناتها تستقطب شباب نتاع حوالي زوز ملايين نسمه، لانه ما تعيشش في باردو بركه، صد ما تلعبش في الشباب نتاع باردو بركه، حي التحرير وحي ابن خلدون والبورتال وحتى من الملاسين ولا يجيو الاستاد، دونك هذه اهميه معناتها استاد نتاع باردو والاعتمادات اللي لازم تتحط والكونديسيون. معلومه ثانيه ولا حاجه مهمه اثارت شويه اشكال هي في الماتش الاخراني هي تاع طريق التعبير جاك بوسون على الفرحه نتاعو. فما عباد اعتبرت انه هذا فيه استفزاز ولا فيه حتى حركه. لا 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 مهمه على خاطر شوف استاد حساسه برشا وجمهور استاد حساس اكثر من الجمعيه بيه بسرعه لانه هذه راهو من الناس اللي ما تعرفش او ثقافتها الرياضيه محدوده شويه. رقصه اسمها تاغانغانا وهي رقصه كونغوليه اسمها تاغانغانا يدخل على الفيسبوك ولا تدخل على اليوتيوب وتلوج عليها. دونك هذا اللاعب اختار انه يعبر على فرحته بالطريقه دي. ونذكر احنا في ماتش في ماتش مع الكونغو المنتخب الوطني التونسي والكونغو كانوا عبروا مستفزه في الكونغو. شكون قال لك ليه مش مستفزه في الكونغو الرقصه؟ والله انا نشوف اليوم اللاعب عنده طريقه رقص وعبروا معاه بالفعل على توجه الجماهير توجه كذا. هذا مهم موضوعنا الرقص. انا قلت لك نعيش اليوم سوبورتير كنت مسؤول سابق ونعيش مسؤول في الملعب التونسي ونعرف شنو هو حساسيه بالنسبه لجمهور الملعب التونسي لما اي حد يجي يحب ينغص عليه الفرحه نتاعو. يعني من حقه باش يفرح، من حقه باش يفرح بجمعيته اليوم اللي تحتل صداره الترتيب في البطوله. بطبيعه الحال فرحه باهيه لكن واجبه انه يشق مع جمعيته، واجبه هو وكل الناس اللي تحب الملعب التونسي كبار وصغار واللي يعرفوا واللي ما يعرفوش الناس الكل باش تعاون الجمعيه وتقف معاه في الفتره هذه لانه فتره مهمه. نتصور انا اكبر فرحه تعيشها يكون استاد رابحه، معناتها الحقيقه كاستاديست نجم تحقق نجاحات في حياتك مهنيه صحيح. عائليه غيرها لكن كي تربح استاد ثم فرحه خاصه. لا 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 كلمه عربي وكلمه تلعب التونسي. ثواني محمد علي على المنحه اللي قال عليها الماتر 2013 كانت 250 الف دينار. يعني اليوم الملعب التونسي طالب في الميزانيه الجديده في العام هذا انه ترجع المنحه نتاعه 250 الف دينار وهذه اقل حاجه تجب تعملها مع ما عادش كرونيكور معنا ولا مدافعين على الملعب التونسي. كابتن اليوم مهم ايضا عربي مهم الملعب التونسي اليوم لي زوبجيكتيف اللي حطتهم الفريق هذا اليوم. الملعب التونسي قاعد يحقق في نتائج ايجابيه. فما بعض من الجماهير يقول لك السنه موسم تتويج للملعب التونسي. شفنا قبل في تجارب سابقه فرق تبدا الموسم كما يلزم وقت اللي يوليو يحكيو على تتويجات وقت اللي يوليو يحكيو على منصه التتويج كل شيء يتبدل. المهم اليوم الملعب التونسي يقعد في سقف الطموحات اللي راسمه في بدايه الموسم اذا كان جاء التتويج. مرحبا بك. جستمون ممكن هذه اهم نقطه في موضوع الملعب التونسي اليوم لانه اخي بحاجه كونه تنجم تسوق كونك تبيع الوهم لجماهير الملعب التونسي. اليوم الملعب التونسي قاعد يقدم في كره ممتازه. الفريق ماهوش من الصدفه كونه يحتل صدارة الترتيب لانه حتى الباركور نتاع الفريق يعني يواجه منافسين كبار. اليوم الملعب التونسي عنده 4 نقاط من 6 ضد الترجي والنادي الافريقي، يعني مش بالسهل كونه النجم يحصلهم مع مدرب شاب. شنو هو اللي خلى الملعب التونسي يبدا البدايه الممتازه هذه؟ لانه ما كانتش فما ضغوط كبيره مسلطه على اللاعبين وعلى الاطار الفني وحتى على الهيئه المديره. يعني لانه زاد عرف كيفاش اختيار المدرب لانه الملعب التونسي زاد بدا من اول الاختيار نتاع المدرب ما كانش الهدف منه كونه يتصدر ترتيب البطوله بعد 4 جولات. الناس الكل تعرف اللي السي في نتاع محمد المكشر كان مدرب مش هو بيدو نتاع كم لاعب. اليوم محمد المكشر مازال يشق في خطوات الاولى في عالم التدريب، برهن بعد 4 جولات كونه مدرب ممتاز، مدرب الاسهم نتاعو في ارتفاع. لكن الملعب التونسي بدا بنسق تصاعدي لانه ما كانش رحات في اهتماماته او في برامجه قبل بدايه الموسم كانوا مش يلعبوا على البطوله. لا لا عارف نقول لك حاجه على استاد، نحن الهدف نتاعنا ما نلعبوش على البطوله،
نحن استاذنا نبو على الشيخ. لا 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 نحن حاليا كل حاجه. لا 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 حاليا هذا اللي ميساج اللي نجم يغلط جمهور ملعب التونسي. يعني انا كنت نلعبوا على الشيخ ما نلعبوش على تجربته فقط مسموح نحن يخلي كمل العربي ويجيك كابتن. حبيت نقول حاجه مهمه جدا لانه اليوم الملعب التونسي يلزم يكمل يخدم بنفس الاستراتيجي بنفس الفكر اللي بدا به كانه الجوله الاولى. يعني اليوم الملعب التونسي يلعب كل مباراه مباراتها ومن بعد كما قلت انت محمد علي كان جات التتويج او جات اللعب من اجل الالقاب في اخر الموسم يا حبا ذا خاطر هكا باش نضغطوا نضل باش نسلطوا ضغط كبير على الملاعبيه وحتى على الاداره الفني لانه اول عثره تو باش يتعرض لها الفريق باش يدخل في دائره النقد. هذا اللي خايفين منه الناس الكل تو. حتى كان جاي لا انيس ما عادش عندنا كابتن بش كابتن باش نتعسف عليك لا لا في كلمة. الموضوع هذا جاي حشتي بك في لا الموضوع اللي بعد هذا كلمه انا من زاويه كلمة. اخرى في 20 ثانيه اولا انا مش متكلم على الفريق الاول. انا عمليه اللي مشيت مع حملين فوريت ريت الملعب وريت الفيستير نظافة عمري ما ريتها ملعب خارق العاده عنده انفراستركتور داكوي اللي ما عندهش برشا جمعيات. انا كنت اتمنى ان الناس هنا نتكلموا على الاصل التجاري الحقيقي لتامين مستقبل ملعب التونسي الا وهو صندوق دو فورماسيون لا اكثر ولا اقل خاطر باش نجم تعيش بذاك الفريق الاول النتيجه تتغير من اسبوع الى اسبوع والكلام مش تقولوا على المكشر ان شاء الله نقولوه اخر اسبوع ولهذا انا رساله ان شاء الله نقولوا لاخر العام انا لا 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 وش قلت انا ايماني لا قلت لي لاخر الاسبوع قلت لك انا شو نقولوا لاخر العام ايماني بيه لاخر العام غلطت لاخر العام ان شاء الله نتكلموا لاخر العام والناس كل بالهداوه العبوا ماتش بماتش وربي يكون التريف هذه تصلح للشيء هذا باش تعاونوا الامور على والناس كل ندعوكم توا تتفرجوا الناس كل في الفي تي ار هذايا وايضا مشاهدينا الكرام فريق عكس الملعب التونسي قاعد يعيش في بدايه موسم صعيبه برشا النجم المتلوي قاعد يعيش في صعوبات ماديه من غير ملعب ما عندوش فين باش يلعب نجم المتلوي اسمعوا ايضا التبريرات نتاع عدم اجراء نجم المتلوي لمبارياته في قفصه نتفرجوا في التيار هذايا الخاص بنجم المتلوي صحبه حافظ الطرابلسي محمد علي الهديشي. صعوبات كبيرة يعيشها فريق نجم المتلوي الموسم هذا تتفرع على أكثر من وجهة على المستوى المالي الرياضي واللوجستي. القسط الأول من مناح اللاعبين مش خالص ونفس الشيء بالنسبة للأجور تاع 3 أشهر الأخيرة. ما عندناش ليكيديتي جملة وسنا حقيقة ما كانتش متوفرة في أي وقت من الأوقات. شركة صد قفصة أعطتنا سلفة على السنة القادمة ما قيمته 350 ألف دينار منها 200 ألف دينار وقاعة تغطية عجز موجود في البنك الفلاحي التونسي ب 200 ألف دينار متخلد من السنة الفارطة وال 150 ألف دينار حاولنا باش نخلصوا بها الشهرية الأولى نتاع اللاعبين والإطار الفني والإطار الطبي للجمعية وبعض المصاريف متخلدة من عام الأول وإلى حد هذا اليوم صرفنا شهرية واحدة ما عطناش لا أفونس سير بريم دو روندومون جوريات ولي زونترونور مازالوا ماهمش خالصين. أكثر من المشاكل المادية فإن الفريق يلقى عائق آخر قدامه الموسم هذا وهو أنه يبقى دون ملعب للتمارين وإلى المباريات. أشغال إعادة تعشيب ملعب المتلوي خال الفريق يلتجئ لخوض مبارياته الفارطة في ملعب توزر قبل ما يتحرم من استعماله بسبب إشكالية مالية مع أعوان الحرس. ملعب توزر كانت الإشكالية مادية مع الحرس الوطني. علاش مادية؟ على خاطر احنا ما عندناش إمكانيات باش نخلصوا أعوان الحرس والمصاريف المتاتيه من تامين المقابله هذيك اللي كانت قرابه 12 ألف دينار واحنا ما عندناش حتى باش نتحولوا لتوزر. هذيك سايره اشكاليه وان شاء الله كيتوفر السيوله باش نخلصوه. قبل مباراه المؤجله ضد الترجي مشكله جديده تتراح قدام نجم المتلوي بعد ما طلب انه يتدرب في ملعب قفصه لكن الطلب نتاعو قابله الرفض بعد الموافقه من البلديه في مناسبه اولى. منا مطلب السيد الوالي قفصه اللي وافقنا على اجراء حصص تدريبيه بملعب قفصة المعشب للناكس. وقعت برمجة هذه التمارين يومي الأربعاء والخميس قبل مقابلة جابس وبعد اتصال السيد المسؤول عن الملعب أفادنا أنه السيد رئيس بلدية قفصة أعلموا أنه جماهير في قفصة ترفض تحول جمعية نجم الرياضي بمتلوي للتمارين بالملعب المعشب في قفصة وهذا بلغوا لي أنا شخصيا السيد المسؤول عن الملعب. وافقنا وقدمنا موافقتنا وحددنا حتى موعد التمارين
جيدين، لكن حين تنقلنا الملعب لمعاينة المنشآت الرياضية قبل بداية الموسم لقينا احتقان كبير من جماهير قوافل على خلفية الموسم تاع الناسيونال القديم نتيجة ضمان البقاء، ويقولوا لي معنا المتلوي ما عاونتناش واللي خدمت ضدنا وساهمت في تتيح قوافل قفصة، ومعناش علم اللي هي مثلا المتلوي ما راستناش انها تحب تلعب في ملعب قفصة مقابلاتها ولا حاجة، انما مجرد زوز معنا حساس تمرينية. فضلنا معنا نحافظوا على معنا امور امنية ونحافظ على سلامة لاعبين مثل وعلى سلامة المنشآت الرياضية، ماهوش كره في المتلوي لكن محافظة عليهم. وفي انتظار إيجاد حل مع السلطات الجهوية يبدو أن مسؤولي نجم المتلوي يتطرح قدامهم إشكال مادي آخر مع نقابة جهوية لقوة الأمن الداخلي بقفص. صورة الأمنية ما هيش قاعدة باش تاجر بها فلان ولا فلتان، صورة الأمنية قاعدين نخدم على أرواحنا، احنا نقروا نأمنوا ولا ما نأمنوش هذه راي ترجع لنا احنا بالنظر، حتى واحد ما عنده الحق باش يقرر في بلاصته. ناكد على مستحقات الامنيين، رانا المره الجايه مانيش باش نامنوا حتى فريق معناها ماهوش مخلصنا. ثانيا بالله والاهم، هذه راهو اعتبروه تهديد او تعتبروه تحذير ولا اعتبروه كما تعتبروه، بالنسبه لنا احنا كقفصه اي جمعيه كانت مهما كانت واي اسم كان مهما كان يجي يلتزم بالقانون يلقى منا الاحترام، ما التزمش بالقانون راهو يتحمل مسؤوليته كامله. احنا نأمنوا المقابلات كلها، ما عدا اللي ما يخلصناش ما نأمنوش. مشاكل بالجملة يعيشها نجم المتلاوي منذ بداية الموسم يخلي جماهيره تتسائل على اسم الملعب اللي بيش يلتجأ له الفريق المباريات القادمة في البطولة. بالنسبة للمقابلات الجاية باش قررنا باش نمشوا للرديف، باش نبقوا في إطار الولاية متاعنا، باش نلعبوا في ملعب الرديف إذا كان ملعب الرديف اللي أومولوجي ومقبول للعب في الملعب هذا في مقابلة إن شاء الله بن قردان، ومقابلة رجل رياضي إذا كان وقع تعيينها أثناء الأسابيع القادمة إن شاء الله. أي كابتن، شنو رأيك في ظروف يعيش فيها فريق في الرابطة المحترفة الأولى دون ملعب؟ ولو النجم المتلاوي ماهوش الفريق الوحيد في الرابطة المحترفة الأولى اللي دون ملعب، وما زالت باش تتعمق الأزمة هذه في الموسم هذا بالذات بإغلاق ملعب رادس، وفي انتظار يمكن نسمع بإغلاق ملاعب أخرى بعد بنزارة والمتلاوي. توا ما كفاهش النجم المتلاوي صعوبات المادية، ما عندوش ملعب، اليوم يحرم من التدريبات في قفصة، تقسموا تونس متلوي وقفصة، جمهور قفصة وجمهور المتلوي وجمهور جرجيز وجمهور نابل في تونس، وقت نحكيو ما فماش جهويات جماهير تحلم نجم متلوي من انه يتدرب، والتعليلات كما سمعت في الفي تي ار كابتن. أيه. واليوم حتى الامن يقول لك انا ما عادش مستعد باش نامن مباريات نجم متلوي. والله يتالم يعني حقيقه، انا اول مره في حياتي رياضيه ولا حتى في التحليل نشوف في تي ار كيما هكا، عمري ما كنت اتوقع اللي تونس أصبحت non plus une seule Tunisie mais plusieurs Tunisie. هذا مشكل كبير وكبير جدا اللي الناس فهمت، مش ناخو أنا آخر الفي تي آر فهمت هذه شو الجهوية اللي عملوها هذه لتاع شو البلديات وشو تسمى هي الجماعات المحلية. الجماعات المحلية، جماعات المحلية قال لنا واحد مسؤول كبير في تونس، استبشروا راه فما 7000 حاكم جديد، المحلات شو المحلات؟ الجماعات المحلية، معناها تعمل قانون وحدك تولي تحكم وحدك تولي تعمل تحب. هذه من ناحية، من ناحية ثانية مصدر هالإشكال والكارثة اللي حلت بسسمة بسسمة والله يسمعك متلوي بالمتلوي لازم متلوي وسلموا على أهلينا في المتلوي. هو عملية وقتاش وفات السيزون؟ وقتاش وفات؟ جوان ليه مش أبريل أبريل. أبريل. وفيت بكري عمنا والمتلوي مانعة، والمتلوي مانعة، علاش ما مشيتش تلعب في ميعاد وحشبوا له الملعب ترتون شيء ما فيه قد ما شيخ 3 شهر 4 شهر راهو عملوا له واحد وعملوا له كذا ورجلوا له شافوا تيران اخر وعملوا له تيران. يا كابتن اليوم باهي الملعب، يا كابتن باهي الملعب اليوم مسكر، لا ما تلعبش لازم تلوي في قفصه اللي من احسن الملاعب. تبعني معناها
كان اربع شهر فهمتي كابتن قدو الكبير تقول لك شنو المشكله كابتن او شقول لك المقاول اللي عمل شو المقاول اللي صار بينه والعقد المقاولين يا ولدي شو العقد بكل احترام ليه ليه البلديه انا بلديه البلديه عندها كونترا مع المقاول اللي خذيها اشغال تاع الناس ما هوش ملعب المشلال انا اشغال شوف بنزار تحنوه وسكروه ما هوش موضوعنا الملعب اليوم المشلول الملعب انا علاش قلت كان تعمل ملعب ما فماش بين الملعب ما تعملش مشيكنا متلو ما تلعبش قبس شو ما تلعبش قبس معناه شو معناه بكل احترامي الاهلي قبس شو يا قبس شو ما تلعبش متلوي رغم توانسة وان الملاعب والانفراستركتور ملك الدولة شو كابتن معناه غدوة تجي قنطرة تقول لي ما تعديش في القنطرة هذه هذه نتاع الولاية نتاعي ونتاع الجماعات المحلية هذه ماهوش معقول قاعد صاير وما نحبش نزيد نتعمق في كلامي خاطر نتنرفز شوية باش نقول كلام اخر ماهوش معقول اين الدولة وانتهي انيس والله شوف انا شفت برشا حاجات الحقيقه معناتها تعودت بالغرايب في تونس اما انه معناتها الجمعيه ما تلقاش وين تلعب وين تترينا داخل نفس الولايه ومن بعد نشوفوا معناتها طيب باش تمشي للرديف سافار هومولوجي ولا بالطبيعه ونشوف معناتها ما نعرفش شكون تاع النقابه هذا ولا اللي يتكلم اي نقابات واحد حتى والله اول ما سمعت انا شرحت سؤال قلت هذا معناتها سيكوريتي سوجيكات ولا 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 امن راو امن تاع الدوله اش دخل الفلوس وعندك ما وصالح ويعطينا يخلصنا نلعبوا معاه واللي ما يخلصناش ما نخدمولوش يا اخي معناتها كما قال وين بالحق وين الدوله هذا راهو انسان يخدم حقهم ولو حقهم متفاهمين انهم على راسنا وعينينا متفاهمين انهم تعبين راهو الامنيين ايضا يخدموا في برشا برشا خدمة محمد علي ماهوش هذا اشكالنا لا محمد علي لكن لغه التهديد لا احنا ماناش رانا اون جينيراليزم ماناش نحكيو على الامنيين نحكي على شخص يحكي بلغة بعيدة عن لوح المسؤولية بتاع الدولة خذوها تهديد خذوها اللي تحبوا معناتها هذا كلام هذا معناتها هذا هذا لو في دولة بطبيعة الحال معناتها وين وزير الداخلية هذا راهو راهو عون أمن راهو ماهوش يحكي باسمه الشخصي راهو يحكي معناتها هو يقول أنا نحبوا تهديد خذوها تهديد وبلغة نحن اللي باش يخلصنا هذا موظف داخل الدولة يخلص من الدولة يخلص من الفلوس الكونتريبيابل راهو الناس تتنحالها معناتها الأداءات باش تلم الدوله معناتها الاجور باش هذا واحد من الناس اللي يخلص الاجور هذا مش يعمل سيرفيس راهو موش هذا مهمته الحفاظ الامن والحفاظ وتامين المقابلات اللي داخله في صلب المهام نتاعه بيجيش جي اليوم بيجيش مهمه ويزيد نهم شوها واش تحبوا بعدين شو تحبوا النتيجه النتيجه تعرفوها انا ما نصورش كلام النتيجه هو يتحمل كلام هو هو يتحمل مسؤوليه انا بعد فيديو تصير رده فعل من كل من الحكومه من رئيس الحكومه من الداخليه من وزاره الشباب والرياضه من هذه المحلات الاجتماعيه ولا شو اللي عملونا جديده هذه قال لك الناس كل تحكم كل واحد يحكم في بلاده لا يا اخي تونس يونيك يا انتير شوف محمد علي انا كما قلت لك انا مشيت للقفصه ومشيت للمتلوي ومشيت معناتها نعرفهم ونعرف العمل نتاع الامنيين والقدره الامنيين على السيطره على الاوضاع هذه في اوضاع صعيبه في مناطق صخور وحتى تامين المباريات صعيب انا كنت نحكي حتى على المقابلات حقيقه معناتها نعرف شنو يتعب وشنو يخدم في لكن مش الشخص هذا اللي يمثل الكور هذا معناتها اللي الناس تحترمه برشا ونستعرف شنو قيمته بنحط انا منك باش ترينا في قفصه هذا واحد اثنين وحتى تطلب باش تخلص بطريقه اخرى اثنين حاجه اخرى كنا نحكيوش معناتها على تمويل الجمعيات وعلى الفلوس وعلى المنح اللي تستناها الجمعيه بالدقيقه والدرج تعرف راهو انا قلت لك كنت في جمعيه ونعرف راهو ساعات يخرج خبر انه الوزاره صبت الفلوس بين الاعلان على صبين الفلوس وصولها للكونت نتاع الجمعيه ساعات ياخذ ما بين 15 يوم و20 يوم تعرف سمعت تجي الجوار انت تقول له مازالوا ما دخلوش ويقول لك ليه راهو الوزاره اعلنت اللي صبت الفلوس تعرف سمعتها انه راهو رئيس الجمعيه على البنكاجي كيما كشهار معناتها المواطن البسيط يستنى دخله وما دخلوش وين وصلوا يمشي ياخذ يهز ورقه من الوزاره باش ياخذ افونس عليها من عند البنكه باش يسلك اموره اليوميه الحياتيه تعرف سمعتها قفصه كي تتنقل معناتها لازمها كار ولازمها انترينمون وتكري النهار وتدوش وبعد تروح بهم وسافوار اذا كان عندهم صباح وعشيه لازم تشوف لهم اوتيل يباتوا فيه هذيا وبعد تلوم الجماهير تقول لك والله الانترنور مش باين والملاعبين مش باين وما كانوش في نهار يوم النهار وتعب ماهوش لاقي حتى يروح كارثه كارثه عايشينها توا كارثه مع مع المتلوي كارثه انا نقول كي تشوف مشاهد كيما هكا لا لا على الدنيا نعملوا برومو فود كي نعملوا تليتون للانديه التونسيه ماناش ننقذوا الوضع نتاع كره القدم لانه اليوم كي تشوف فيتير كيما هكا محمد علي تفهم اللي الكابتن يقول لوين الدوله اليوم راه فما حاله انفلات على كل المستويات
اقتصاديا وسياسيا ورياضيا. يعني اليوم خلينا في فما في الرياضة فما فما, فما خطاب نتاع فتنة نتاع جهويات قاعد يتقال تو في الفيتير هذا، لانه مش معقول فئة من جوستمون. واخطر من هذا الكل الخطاب نتاع الامن اللي يمثل وحدات التدخل ولا قوه التدخل، يعني مهما يكون ممكن المعاناه نتاعهم او الظلم اللي تعرضوا له او حتى الحقوق المسلوبه نتاعهم، ماهوش هذا خطاب تنجم تسوقوا. يعرف اللي هو كاميرات او تعدى المساج هذا للشعب التونسي الكل، يعني مش بالخطاب هذا نجم نصلحوا، مش بالخطاب هذا نجم ننهضوا. اليوم اللي نقولوا انا يلزم كل واحد يتحمل مسؤوليته، يلزم المسؤولين، يلزم الدوله كما قال الكابتن تشرف تاخذ لي شوز ما. يعني اليوم ماهوش معقول كل واحد يتصرف زي راسه. يعني اليوم هنحكيه حتى على الامن، قال لك احنا ما نامنوش المباريات، قبل ما نامنوش الحفلات في الفيستيفال، وحد ما تكلم. يعني اليوم كل واحد يحكم وحده، كاننا في حكم فيدرالي. كل ما تبعد الداخل في تونس كل ما يولي قانون الغاب هو اللي يحكم. للاسف معايا الكلام هذا ممكن نختير برشا، لكن اليوم نحكيه على جيران يعني متلوي وقفصه فرد فرد لوحه جغرافيه فرد وجمع معناتها يقول لك جماهير قوافل قفصه ما خلتش ناس متلوي تدرب. السبب معناها من المضحكيات المبكيات، يعني سبب يقول لك على خاطر احترموا الميثاق الرياضي وطيحونا. يعني كلام خطير برشا. ولو انه ما نتصورش انه جماهير قوافل قفصه كلها باش تكون هكا، وهذا المخطر ان نسمعوا جماهير ممنوع تلقى كعبه الا اثنين محمد علي حتى وما يلزمش هذوما اللي يحكموا فيه. حتى كان الجمهور يخمم هكا، انت كمسؤول ما يلزمكش تنسيق ورا الرغبات هذيك والفكر هذا. قالها بكل برودة دم عادي معناتها، وقال زوز حساس مش عايش في الكوره، زوز حساس تدريبية حاجه عاديه ماهيش مباراه. هذا راهو الخطير وقت تولي مسؤول ماهوش عايش معاك مشاكلك يعرف متى راه ممكن تنقص لك سيونس دونترينمون، وانه جمعيه يا ولدي الخطوره يعني وقت الشيطان. انا في حد نقول لك ما تعومش في البحر، اي اي سافا كيف كيف. شوف بسرعه بسرعه كلمه بركه باش نمشيو. ما لازمش كلمه اذا المتلوي عنده المشاكل هذه الكل كلمه ما تحوصلش مشاكلها. حاجه بركه نقول لك وسكوب، اليوم اللي جوارات المتلوي في ديارهم قص عليهم الضوء والجمعيه ما عندهاش باش تخلص فاتوره الضوء. هذا سكوب، هذا قلبك يوجعك. من بعد تقول لي ملاعب تكتيك وكتر واتر وطلع على اليمين وعلى اليسار، هذه مش معقول. كيفاش تحب انت تعمل بطولة كبيرة بمستوى عالي؟ رانا اليوم وصلنا على للعالمية تحب ولا تكره. اليوم المنتخب التونسي خذا بالي اخرى، خذا معناتها العبيد الكل تعرف عالمية. اليوم اخر معناتها ديجا مام با عندنا اشهر كنا في المونديال، ليماج تاع تونس تبدلت راهو بالبطولة نتاعنا بالاشكاليات الصغار معناتها الاشكاليات الصغيرة هذه اللي تقلق برشا. صحيح. تقلق وتطيح كما قلت لك من المستوى نتاع البطولة نتاعنا. اذا تسمع من العبيد اليوم في المتلوي عربي راهو ملاعبي على شمعة الجمعيه ما عندوش باش تخلصوا باش تعرف الازمه. والحاجه الباهيه سامحني عربي، والحاجه الباهيه انهم المسؤولين نتاع الجمعيه ماهمش ناكرين. قال لك انا كريس، قال لك انا عندي مشكله، قال لك انا عندي مشكله ماديه. الور المتلوي اللي ما تعرفش حتى هو المسؤول مسكين زاد كل يوم مصروف المتلوي الشهر نتاع البطوله باش يجري تدريبات وكل يوم. والله ظروف قاسيه. وحاجه اخرى كابتن تعرفها انت، اللي المتلوي راهي الشهر نتاع البطوله، المتلوي راهو ربحت بريسك جمعيات اللي جاوا كلهم يلعبوا على البطوله. يا انيس هذا حقها الدستور واضح. باش نمشيو للموضوع الاخر في حصتنا الليله، الجوله الاخيره في بطوله رابطه المحترفه الاولى لكره القدم تتيح بثلاثه مدربين، مدرب النادي الافريقي، مدرب الترجي التونسي، ومدرب النجم الرياضي الساحلي. اقاله المدربين مع امير الزيتوني ورجعين نحكي في الموضوع. الثلاثاء 9 اكتوبر 2018 باش يبقى يوم تاريخي في الكره التونسيه، مش من اجل الانجازات ولا البطولات ولا الارقام القياسيه، لكن لسابقه خطيره وجديده في بطولتنا. ثلاثه من عائله القوم ترجي الافريقي والنجم يتخليوا فرد نهار على مدربهم البلجيكي جوزي ريغا مدرب الافريقي، وبعد بدايه موسم نجم نقولوا عليها كارثيه بانتصار وحيد وتعادل وزوز هزائم اخرهم الخساره الاستثنائيه والكارثيه بتاع نهار السبت ضد تجار البقلاوه، ولات اقالته مطلب جماهيري، هذا رغم تمسكه بالمنصب. لتعويضه اداره الافريقي تواصل مباحثاتها مع برترون مارشان وحتى مع نبيل كوكي. شهاب الليلي حتى لو كان البيلون بتاعه في البطوله ماهوش خايب، هيئه النجم وجماهيره ما غفرولوش الانسحاب من رابطه الابطال الافريقيه ضد الغريم التقليدي الترجي الرياضي. البيرو بتاع الاطوال أعلن اليوم على التعاقد مع المدرب الوطني السابق البلجيكي جورج ليكانس. المكشخة اللي تحضر في مباراة العودة لنصف نهائي رابطة الأبطال ضد بريميرو دي أوغوستو الأنغولي، ومن بعد زوز هزايم الأولى في الديبلاسمون تاع لالي
والثاني نهار الاحد في صفاقس، حاجه مش مستانس بها شيخ الانديه التونسيه، شيء اللي عجل باقاله خالد بن يحيى وتثبيت المساعد معين الشعباني في خطه مدرب اول، خطه كانت طلع بها الموسم الفارد في وقت اللي تخليت الترجي على فوزي بن زرتي. كان في مناسبات سابقه لمنا على العديد من الانديه تخليها المبكر على مدربيها، السنه اللوم يمس الكبارات، واللي من المفروض انه تعيينهم المدرب يخضع لدراسه معمقه لحاجيه الفريق، وخاصه لدراسه اعمق للاضافه المرجوه من الانترونر. تقرير من انجاز زميلي حسام غرد. معين شعباني في الترجي الرياضي التونسي، جورج ليكانس في النجم الرياضي الساحلي. بارح الحديث على برترو مارشو في النادي الافريقي يظهر لي استبعد البيست هذايا النادي الافريقي، اقرب شهاب الليل لتدريب النادي الافريقي واقل حضور لتدريب الافريقي نبيل الكوكي. صعيب برشا انه برترو مارشو يتولى تدريب فما جبهة ترافض كبيرة لبرترو مارشو، عاد برترو مارشو للنادي الافريقي. ثلاثة من الاندية الكبرى تقيل مدربها في نفس الاسبوع. بون بالنسبه لسي شهاب الليلي ينجم يكون كونترا دوبجيكتيف، ما عادش ممكن اذا ما ترشح في رابطه الابطال ينجم موجود في الكونترا اللي قال نتاعو تنجم تكون هك. بون جوزي ريغا مدرب النادي الافريقي ما تطورش النادي الافريقي فنيا مع المدرب هذايا، الفريق كل مره نقولوا المقابله القادمه باش يتطور الاداء من الناحيه الفنيه على جميع المستويات، قعد استاتيك النادي الافريقي. النادي الافريقي اللي نعرفوه يوجع النادي الافريقي نتائجه خير من هكا برشا. مدرب باش ما نقزموش برشا، مش نقولوش نحن ضد الاجنبي، اكيد ضد الاجنبي وقت اللي يجيني لتونس وما يعطينيش الاضافه، وقت اللي ياخذ برشا فلوس، وقت اللي يروح بالدوفيز، وقت اللي يعمل لي مشاكل على مستوى الفيفا، نولي ضد الاجنبي. انا مع التونسي ومع الفني التونسي، خاطر قناعتي ان المدرب التونسي اليوم قيمه ثابته في التدريب. اليوم بالنسبه لريغا ما ثم حتى اضافه للنادي الافريقي، واحسن ما عملت اطار معناتها الاداره نتاع النادي الافريقي للاقاله، وانا كنت موجود في بلاتو من البلاتوات وكنت موجود في مباراه، اكدت ان المدرب هذا مدرب عادي جدا، مدرب ما يعرفش يتعامل مع مباريات، ومدرب ما عنده حتى فكره على البطوله نتاعها. ما تنجمش تجيب مدرب ما عندوش فكره على بطوله باش يدربها ويعرف كيفاش يتعامل معها، هذا مؤكد جمله. بالنسبه للريغا بالنسبه لي انا موضوع خليته على جنب، نحب نحكي على بالحق ثم موضوع يقلقني شويه اللي هو سي خالد بن يحيى. ممكن الانسان هذا انا نحبه برشا، انسان ترنيت عنده، انسان بالحق خلوق، معناتها انسان مدرب كفء بالنسبه لي انا. تمنيت يكمل للنصف النهائي، وهذا حقه على خاطر تعب باش يوصل للنصف النهائي. الطريقه الحق للامانه ما نعرفش كيفاش كانت، اسكو هو طلب، اكيد هو تقلق بالضغط الجماهيري، لكن كاداره اليوم ما نعرفشني الاسباب، لكن خروجه من الترجي الرياضي التونسي ما نحبش نعرف الاسباب، ممكن الاداره نتاع الترجي هي اللي باش توضح الشيء هذا. لكن يغيظني علاش، خاطر مدرب مثابر، مدرب يحب ينجح، مدرب يحب جمعيته، عمل كل شيء باش ينجح في الترجي الرياضي التونسي. بون اليوم مرحله نتاع خالد بن يحيى مشيت، بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي. نرجع لمعين الشعباني، معين الشعباني ولد الترجي الرياضي التونسي، والفرصه هذه يستنى فيها معين عنده سنين، معين كومبيتون، ما ثماش خير من معين شعباني في الفتره هذه. ما نتصورش اي مدرب يجي للترجي الرياضي التونسي جاتو، يعني تعرف اللي انت كابتن اليوم الترجي الرياضي التونسي على السكه الصحيحه، اليوم في النصف النهائي جراس المدرب نتاعو سي خالد بن يحيى والمساعد نتاعو معين شعباني. معين اقرب معين عنده الامكانيات الكل، ذكي برشا رغم صغر سنه، يعرف كيفاش يتصرف، عنده شخصيه قويه. الور اداره الترجي ميساج، انت ميساج اداره الترجي يخليه معين شعباني مدرب ينجم ينجح، ينجم يمشي بالترجي بعيد، ينجم يعاون الترجي التونسي. علاش؟ خاطر اي مدرب تجيبه تو باش يخرج في ثوب البطل وقت اللي هو باش يشرف على 24 ساعه، يعني 24 معناتها بلوتو على 90 دقيقه اللي هي مباراه بتصير في راس. اذا الترجي يتعدى يولي المدرب هذا هو اللي عمل له الرجه النفسيه، هذا مش معقول يخليه معين. واكيد انه الترجي الرياضي التونسي بالجماهير نتاعو باش يتعدى على العقبه نتاع الدمي فينال، وحظه فرس خالد بن يحيى. كابتن لا يا رجل نفسية، مصطلح تجاوز الأحداث. أنت شكون رجل نفسية؟ يعني قعدنا في مصطلحات بالية وما عندها حتى أي معنى. شو الإقالة؟ يعطينا أنت رجل كابتن. احنا تونسيون الإقالات اللي صارت في الإفريقي والنجم والترجي عنا رأي فيها، ولكن ليس لنا القرار. انتهى الأمر، قرار بيد الرئيس، رئيس النجم، رئيس كذا، رئيس كذا. ما هي الاسباب؟ فما اسباب ظاهره نتيجه ميدان، فما اسباب نجهلها. ولكن الانسان يشوف كي يرجع لوراء بالنسبه للترجي التونسي،
شوفوا خالد بنيحه يا جاي من افريقيا ولا راش على ماتش 3 ايام حبش يريني دونك ديجا هو بالنسبه لي انا نعرفه وين نجم نقول نعرفه وين ديجا هو بدا يتقلق من وقته هاو مره هكا مره غاب مره عمل مره كذا وقتها بدا يتململ ولكن عامه حتى في العالم اجمع الاقاله مش اخر مباراه الاقاله تهيئ على مراحل تهيئ على مراحل وتهيئ الارضيه فما برشا حاجات تقرا الجرايد تقرا كذا كلهم يحل جريده مرشا 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 في الترج مرشا في الافريقي مرشا في النجم مرشا في الريال مرشا يا ودي شو الحكايه هذه كان غدوه انا انترينور نقرا هذا شو يعملوا جدل انا شو بقى من عدم بقى مرشا كذا هو يدرب في تونس يقع جيستمون توتر اه عنده خلاف عنده كذا كل هذه العوامل تهيئ دونك انا جيت نشوف نلقى اللي الاقاله فما عندها امور اخرى وليست فنيه عليه ليست فنيه خد بنيحي شامبيون دمي فينال ماهوش كيما شهاب اللي عنده ما وصلش لو كاري فينال تاع الشامبيونز ليغ انا نشوف اللي مباراه ساتونيزيا 1-1 اغوستو 1-0 سفاق 2-0 كانت هذه يمكن القرارات النهائيه باش يحطوا حد للعلاقة ولا أقول إقالة لأني أحترم الناس وأحترم المدربين لحد لكن هي العلاقة وفيت قبل مباراة سفيق هذوما لا هي مقبل هي أنا هي مقبل بالنسبة شو كيفاه معناها التشابه بينه وبين شهاب الليلي شهاب الليلي بدأت الأمور تتكلم من بنجردين سفر سفر في سوس بدأت الأمور والجرايد هل مارشان هل لومير هل كذا هذه راهو الكل راهو يخلق توتر ويخلق توتر في المجموعة ويخلق توتر المجموعة شو اللي يصير أن المدرب يفقد مصداقيته أمام المجموعة وأمام اللاعبين ويفقد نفوذه سونوتوريتي يقول لي يقول لك مش يمشي هذا ما عادش يسمع كلامه مشكل كبير سي شهاب الليلي عمل بقردين 0-0 خسر مع الترجي 2-1 وخسر مع الترجي 1-0 انتهى الأمر بالنسبة لشهاب لا أكثر ولا أقل دونك نجيو لكوفريكا كوفريكا أمور أخرى كوفريكا أمور كذا ولكن خليك العربي مازال عندنا دقيقة احنا نقولوا في خالد بن يحيى التايمينج ربي معاهم واضح هذا قرار الهيئة واضح عربي دقيقة عربي ومازال يمكن الرابط المشترك في ثلاثة إقالات كون القرار اتخذ تقريبا عنده شهر بالنسبة للمدرب الإفريقي أو النجم الرياضي الساحلي أو خالد بن يحيى فهناك إجماع داخل هيئة المدير على إقالة الإطار الفني يعني شهاب الليلي بعد مباراة العودة متاع الترجي التونسي داخل هيئة المديرة وإلا إجماع داخل هيئة المديرة وإلا استجابة لطلبات الجماهير لا مشكل لأنه يعني مثلا في حالة الترجي مش هو بيدو حال نجم لأنه في الترجي الملاعبية قبل الجمهور هم اللي داو يتمردوا على خالد بن يحيى والله يعني عندي الأخبار المتناقض خاطر فما برشا ملاعبيه واحد ديجا كي تشوف حتى القائمه نتاع خالد بن يحيى قاعده تتبدل من جوله الى اخرى في مباراه بريميرو دي اغوستو نتاع الذهاب صار حتى فما شكون يحب يتدخل في التشكيله الاساسيه نتاع الترجي هذه مثلا وهذه النقطه اللي خلت خالد بن يحيى يدخل في مناوشات حتى مع بعض المسؤولين في الترجي وخالد بن يحيى رفض باش يتحول للطيب المهيري مباراه صفاقس ومن بعد محاولات معناها اقنعوه وتحول بمفرده للمباراة وكان حتى بالتوريه معناه زي المدني نتاعو نهار المباراة حتى من الترجي ما لبسوش بالنسبة لجوزي ريغا من مباراة ملعب الجيبسي رئيس النادي الافريقي كان يتحدث مع مدرب كان فما نية لإقالة جوزي ريغا لكن بعد حبوا يعطيوها فرصة أخرى جات مباراة الملعب التونسي بعد الكرتون اللي خذيه النادي الافريقي والرباعية كان القرار جاهز بالنسبة لشهاب الليلي رضا شرف الدين اتخذ قرار إقالته مباشرة بعد الهزيمة ضد الترجي التونسي لكن الناس كل تعرفها المعلومة هذه مهدي العجيمي تشبث بمنحه فرصة إضافية لكن في الأخير استقر القرار باش يكون البديل هو ليكانز خمسة ثواني المدرب ليكانز والحاجة الباهية اللي هو توفيق زعبوب رجع للنجم الساحلي كأدجوان أنيس بدلنا التشريعات بدلنا القوانين لكن في كل موسم نفس الحكاية قانون الكرة ما يتبدلش مدربين مستقبل الجيبس غير المدرب شباب القيروانية غير المدرب ولو مدربه مشى اتحاد المنستيري غير المدرب نفس الإشكالية شوف محمد علي قانون الكرة ما يتبدلش ثم جمعيات ما تصبرش وما تعطيش فرص معناتها لما مدرب تجيب مدرب جابته على أوبجكتيف معين شل في الأوبجكتيف بالنسبة لي في قناعة المسؤولين نتاعها وينتقل لذي القناعة الجماهير والضغط أنه ما عادش نجم يواصل مهما بش يعمل أنه هو جايين على الأوبجكتيف هذاك دونك هذا قدر وقانون الجمعيات قانون الكورة معناتها قانون الكورة لما تجي جمعية كبيرة تعرف
الفوز معناتها يعني لك انك انت تطير في السماء، والهزيمه تعني نهايه العلاقه. واضح، هذا قانونين الكره وقانونين الرياضه في تونس. يعطيك الصحه نيس. شكرا ليك كابتن، مشكور مش قوانين الكره هذه عرضي مشكور جدا نيس العياري. شكرا ليك. شكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لنا. كانت هذه الحلقه الاولى من برنامج ديما سبورت، تواصلوا معكم ان شاء الله دائما على الوطنيه الاولى. دمتم اوفياء، تصبحوا على خير.